كاتينو ادفعي 3 جنيه او 5 جنيه حسب هاكرز يا هاكرز بالضبط كده. ايوه وري بعد طيب نحن شكلنا اونلاين تمام اوكي نحن خلاص سون. طيب يا شباب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمسية جديدة من أمسيات تونس على دروب النجاح، الخميس 28 يناير 2021. أولا نترحم على كل الناس اللي توفوا من في الأيام الأخيرة بسبب كوفيد 19، ونتمنى الشفاء العاجل للأمة جميعا، وكذلك نسأل الله أن يرفع البلاء عننا، يعني لأنه السيتويشن خطير جدا، يعني أول وضع خطير جدا بالذات الليلة، يعني الوفيات كل يوم في متزايدة، يعني فدي حاجة يعني إن شاء الله ربنا يرفع البلاء عننا. كمان برضو يا جماعة بذكر أنه البرنامج ده برنامج يعني الغرض الأساسي منه اللي هو الإلهام والتحفيز، يعني إحنا بنجيب الناس الخبراء والناس العلماء ديل باعتبار انه يعني دون بس يعني سيرون دي ان احنا نستلهم منها العبر ونستفيد منها بالذات للشباب الصغار. واسع كمان ما شاء الله شباب نجحوا في الشهاده السودانيه وبيفكروا يدخلوا الجامعات وكده، فدي دعوه ليهم عشان يجوا يشوفوا سير الناس ديل والحاجات اللي وصلها وكده يعني تمام. طيب الليله يا جماعه هنستضيف شخصيه فريده تمام، امراه سودانيه طبعا، ويعني انا دائما لما نجيب بانه اشوف امراه سودانيه ناجحه في اي حته طوالي بتذكر القصيده الجميله دي بتاعتها اللي هي بغنيها كابلي، اي صوت زار بالامس خيالي طاف بالقلب وغنى للكمال واذاع الطهر في دنيا الجمال واشاع النور في جوف الليالي. انه صوتي انا زاده العلم سنا، انه صوتي انا ابنه النور انا، او تدري من انا. الليله يا جماعه هنستضيف يعني الدكتوره هاله ابو زيد. طبعا بعد شويه هي حتكلمنا عن نفيسه، لكن بس انا اديكم شويه كده نبذه عنها وان هي كانت يعني ضد الحاجه دي. طبعا درست في المدارس السودانيه ودرست في جامعه الخرطوم واشتغلت في مستشفى الخرطوم بالذات في قسم الحوادث، وعندها ذكريات كثيره في قسم الحوادث، وكانت مثال للتواضع لدرجه انها كانت بتنظف مع العمال يعني تمام. بعد ذاك كانت برضو مديرة قسم الحوادث في مستشفى الخرطوم وعضو في بورد التخصصات الطبية في السودان، وكانت هي أصغر زول الوقت ذاك، وكانت المرأة الوحيدة يعني تمام. فسيرة جميلة جدا جدا، أنا والله لما فتشت في النت ما شاء الله يعني غيمة في التواضع، وأخذت جوائز كثيرة جدا يعني منها، كرمت أخيرا سنة 2019 في دبي في مؤتمر عالمي لأن أنشأت وحدة التبرع بالأعضاء، وفي وقت بسيط جدا جدا أخذت الآيزو 9001، يعني دي حاجة برضو يعني شوف طبيب وإداري. فمرحب بك دكتورة هالة وشرفتينا كثير. مرحب بك ياسين، مشكور جدا جدا على الـ الـ الكلام الطيب، ويعني ده كتير جدا علي، لكن برحب بكم وسعيدة جدا بوجودي معاكم، ويعني أشكركم جدا على أنكم عندكم البلاتفورم والساحة دي، يعني بتتواصلوا مع الناس، أهم شيء التواصل، والتواصل ده بعلمنا كتير عنكم وعننا، ونتمنى أن نكون مفيدين لأهلنا ولناسنا، ونقدر عبر التواصل ده نساعد أبناء جيلنا والأصغر مننا. أنا think يعني دي مسألة جبارة جدا أنتم بتقوموا بها، وما تتخيل الإفكت بتاعها يعني في نفس الإنسان المستضاف، وأنا متأكدة في نفس الشخص اللي بيسمع. فهي مسألة بتاعت sharing of experiences وإلى ما آخره هي، وأنا أفتكر دي مسألة طيبة جدا، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليكم. الله يديك العافية يعني، وشكرا لك كثير، لأنه أنا متأكد إنك بتكوني يعني مزحومة جدا وبيكون يعني ضغط عالي عليك، فنحن الليلة دايرين الونسة دي تكون يعني تفريغ للضغط ده يعني. إن شاء الله. نبدأ بك بين الدراسة الأسرة والدراسة الابتدائية والمتوسطة دكتورة هالة. طيب أنا من مواليد الخرطوم، الخرطوم precisely في حي الخرطوم 2،
ترعرعت في النيبرهود دي، وده حي كان يعني very يعني جميل جدا جدا، لأنه في هو في النص ما بين الخرطوم ثلاثة وشارع كاترينا، والمنطقة دي كانت تعج جدا بالمحال التجارية والسكنات الأسرية وسكنات السكة حديد، والأسر اللي هي من الميدل كلاس المتثقفة والمتعلمة، واللي كانت عندها يعني إفكت على الخرطوم بالذات السيفل سيربنس القديمين جدا. والخرطوم واحد اللي هي من الناحية الثانية اللي هي نقدر نقول affluent families، لكن ما كانوا يعني عايشين فكرة إنهم affluent. علمونا إنه الناس families بأسامي أرستقراطية، لكن ناس متواضعين جدا. فالناس عاشت في النيبرهود دي يعني مع بعض، وكانوا بيعرفوا بعض وكانوا بيتداخلوا مع بعض كما الحال يعني في السودان اللي احنا بنعرفه زمان. طبعا الحكايه دي اثرت فيني جدا جدا، يعني ربيت عليها. فديفينتلي الواحد بيصحى بيلقى نفسه محاوط بكل الناس الحله اللي بيعرفهم، حبوبات، ناس كبار، ناس صغار، الشارع اللي هنا بتعرف الناس كلهم، الشارع اللي هنا بتعرف الناس، يعني بتكون محاوط بتقريبا اكثر من 500 بيت. انت بتكون in the middle of كل الناس، أهلك، كل الحبوبات حبوباتك، كل الجيران أهلك، وبتترعرع في وسطهم. فدي أنا أفتكر من الأشياء الجميلة جدا اللي الآن مفتقدينها، لأنه بقت البيوت السودانية هجرت وتركت وأصبح الفليفر ده ما موجود. فترعرعت في النيبرهود دي ودخلت المدارس في السودان. نحن درست في مدارس الراهبات، المرحلة الأولية أو الابتدائية كانت في مدرسة سان فرانسيس في الخرطوم برضو، والمرحلة تحت المتوسط كانت في مدرسة سيستر سكول اللي هي برضو المدارس الكاثوليكية، يعني هي برايفت سكولز، لكن كانت مدارس برضو ولا زالت. أتمنى أنه الناس لسه يعني متذكرين لها بالخير، لأنه الحاجة اللي حصلت لنا في المدارس دي أنا أفتكر أشياء كثيرة لو قعدنا فكرنا فيها تعلمنا فيها أشياء كثيرة. تعلمنا فيها قيم التسامح، وقيم التيم وورك، وقيم إنك تكون يعني مع مجموعات من الناس من different cultures. يعني فكرة إنه كنا بندرس within diverse culture نشأت من المدارس دي for sure، لأنها هي من ناحية إنها مدارس خاصة، فكانوا بيرتادوها مثلا ناس كثيرين جدا، بالذات الناس اللي بيكونوا عايشين في السودان كفورينرز، يعني سفراء، تجار، إلى آخره. فبتلقى نفسك أنت يعني زملائك في المدرسة ما بس هم السودانيين، وما بس هم الناس اللي أنت بتعرفهم، بيكونوا ناس تانين. فدي واحد. الحاجة الثانية التسامح الديني في المدارس دي كان حاجة عالية جدا جدا، لأنه هي مدارس كاثوليكية ولكن يرتادوها المسلمين ويرتادوها المسيحيين، يكون في حصة الدين المسيحي وحصة الدين الإسلامي، ما بيفرق، الناس مع بعض إخوة وأحبة، وجنبنا الكنيسة اللي في شارع النيل، والكنيسة دي مثلا هي تقريبا من أكبر الكنائس الموجودة في المنطقة، وبتشوف الجوسبلز، بتسمعها، بتسمع الأجراس. فربينا على الحكاية دي وعلمتنا التسامح الديني. فعشان لما جينا لقدام في سنيننا لقدام ولقينا إنه الناس في تناقض في المسألة الدينية دي، أنا بالنسبة لي كانت مسألة غريبة جدا، فنحن ما كانت عندنا الحكاية دي. الحاجة الثانية، المدارس دي بتمتاز بأنه المدرسين أساساً هم النونس اللي هم السسترات اللي هم ناس وهبوا نفسهم دينياً لأن يكونوا مدرسين أو دينيين أو إلى آخره. فعلمونا البنكشواليتي، علمونا الديسيبلين، علمونا الاهتمام، علمونا الاهتمام بالمظهر، بالمواعيد، بكتابة الأشياء في الكراس لازم تكون حاجة مهذبة، علمونا النظافة، علمونا روح التعامل، التيم وورك، يعني الأشياء دي
في المجتمع العملي اللي قدام بعد عشرينات السنين، بعد ما ارتدنا الجامعة وخلصنا ومشينا تعلمنا ودرسنا واشتغلنا، وقعت للزول في يعني في رأسه إنه من غير الفاليوز دي يمكن كنا ندعب شوية. ومعظمنا نحن درسنا في السودان، لما نكون بنفكر إنه نغترب برا عشان ما نتعلم، بالذات في البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو إلى آخره، في ناس بيلقوا صعوبة في إنه يعني يخشوا في الكلتشر الجديدة أو الثقافة الجديدة دي أو يتعرفوا على الحياة الجديدة. نحن تقريبا ما لقينا الصعوبة دي، فأضيف إنه كنا بنتحضر لأنه نمتزج بالكلتشرز المختلفة from within التعليم اللي درسناه. فأنا بالنسبة لي يعني دي فترة كانت جميلة جدا جدا، فلقينا فيها صداقات. وصراحة الصداقات اللي كوناها في الفترة دي من أفيد الصداقات ومن أكثر الصداقات امتدادا. يعني ما أفتكر الآن أنا صديقاتي من المدرسة من سنة أولى إلى الآن أنا بعرفهم، أولى ابتدائي، لأنه الصداقة كانت بتمتاز بأنه التلميذ بيعرف صديقه والأهل بيعرفوا بعض، وبتبقى الأمور أسرية، وفي النهاية الحكاية بتمتد لأجيال وأجيال. فأنا بفتكر إنه يعني دي من الأشياء المهمة جداً أو المحطات المهمة جداً في حياتي، لأنها كونت الشخصية بصورة معينة وخلت الشخصية دي تكتمل يعني في اللحظة بتاعت التعلم والتعليم. والواحد لما خلص التعليم بتاعه بعد ما خلصنا ودخلنا الجامعة كان شوية عنده values معينة كانت قوية مكتسبة من المسألة بتاعت التدريس في الأماكن دي. فالثانوي العام الثانوي العالي في سيستر سكول هي نفسها، فنفس المدرسة. نعم. طيب قبل ما نجي للثانوي العالي، يعني طبعا دكتورة هاي قالوا انك يعني في كراساتك كانت يعني يعني ما شاء الله خطاط، خطك جميل وتايدي ورسومات والحاجات دي وكده، تتذكري الحاجة دي ولا؟ والله شوف اسمع، أنا بحب دائما زيارة القرطاسيات اللي هي المكاتب، المكتبة اللي فيها الأقلام والبيع بتاع الكراسات، دي من أكثر الأماكن اللي أنا بحب أزورها. يعني في السودان كنت بزور في نمرة 2 مكتبة واضحة جدا فيها بس الأقلام والدفاتر، ولازم أمر بها كل يوم وأنا ماشية على المدرسة مثلا، وأوقف وأشتري أي حاجة عندي قروش في اللحظة دي أشتري. فبحب اقتناء الأقلام بألوانه، وهي مسألة برضو زي ما قلت لك بتاع الترتيب، الواحد بيرتب كراساته وبيهتم بأشياء معينة، فهي مسألة with time. فسبحان الله الحكاية دي إلى الآن معاي، فأنا حسي بتخش المكتب بتاعي بتلقى ما لا يقل عن 500 قلم من different colors. وبعدين اتعلمنا في المدارس دي حاجة إنك الدوكيومنتيشن، يعني الحصة بتكون شغالة والأستاذ بيكون شغال، أنت بتكون عندك ورقة وقلم بتعمل minutes، هي دوكيومنتيشن للمحاضرة أو للحصة، لكن later on هي minutes للميتينج. فما في حاجة بتفوتك في الميتينجز، وممكن تلاقي السكرتير هناك ما جايب خبر الميتينج، يجي يسألك كتبت شنو عشان أنا أساعد نفسي في الميتينج إلى آخره. فدي أشياء very interesting، وأنا أفتكر فخورة جدا إني يعني اتعلمتها في الصغر. الكراسات بتاعتي كانت مرتبة you're right، وكانوا كثير من زملائي في الطب بيستلفوها، وكانوا كثير من زملائي في الطب السناير، لأنه لما يعملوا يمتحنوا بارت 1 يعني بيدرسوا بيزك ساينسز، نحن بكون درسناه في سنة تانية وتالتة، فتقريبا بنكون عندنا نفس المواد مشاركة يعني السينير والجونير. فلفت على كمية من الأساتذة الكرام، بس لأنها كانت ملونة ومخططة يعني كانت مرتبة، فأتمنى إنه تكون أفادت يعني. جميل جميل جدا جدا. طيب الصداقات يعني هو طبعا شوفي بيقول لك التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يعني في حاجات الزول بالذات البنكتواليتي، يعني انت تعرضتي للمزله بتاعت البنكتواليتي دي. فانا رساله لكل الناس المتابعين لنا في الفيسبوك، مرحب بيهم ونرحب بالناس اللي معنا في الزوم. الحته بتاعت البنكتواليتي يا جماعه مهمه جدا جدا، اللي هي بالذات نحن السودانيين عندنا المزله بتاعت الاهتمام عدم الاهتمام بالزمن صراحه يعني، فدي بتسبب لنا اشكاليه. يعني اتذكر انه واحد من السودانيين صديقي هو
كان بيعمل دكتوراه في نيس في فرنسا، فجاء من السودان ومفروض طوالي ثاني يوم يبدا شغل، فلقى الهوتيل منزلينه في الهوتيل وكده نايم. بعد شويه جاءه تليفون يعني الساعه 10 ولا 11، قال له انت وين؟ قام قال لهم انا في الفندق. قال له انت جاي يعني جاي للبحث ولا جاي يعني ولا جاي سياحه؟ فنحن عندنا المزله بتاعت البنكشواليتي دي صراحه، هو الاهتمام بالزمن دي يعني مميته يعني صراحه يعني. طيب نجي للمرحله الثانويه اللي هي دي مرحله ممكن نطلق على مرحله التكون، انه الزول خلاص يعني بعد ده بدا يفكر انه حيمشي جامعه وحيدرس شنو يعني، البدايه بتبدا من هناك. فهل البدايه لانك تدرس الطب بدت من هناك يا دكتوره، ولا الاسره كان عندها راي في انك انت تدرس الطب؟ والله بالعكس، انا كنت رغبت في الطب من ما انا صغيره جدا، الاسره ما كان عندها يعني بريشر علي في المساله دي، فافتكر يمكن الحكايه دي كانت معاي من زمن طويل جدا جدا، فيعني كان تقريبا كل الدراسه بتاعتي انا عندي الاوبجكتيف ده وكنت فاهماه وعارفاه، فاسرتي ما من النوع اللي بيضغط يعني بدون كافه الحريه والراحه انه نختار الشيء اللي بنختاره، لكن انا تقريبا عن رغبه، ورغبه اكيده من زمن طويل جدا. طيب دخلت جامعة خرطوم، النقلة كانت يعني من المدرسة للجامعة، فالأثر بتاعها كان شنو؟ وانت كيف يعني سيتلت او يعني ثبتي اقدامك في الجامعة يعني؟ شوف الدخول للجامعة ده كان مسألة، بتذكر لما دخلنا كان عندنا سنة كاملة ما عملنا فيها حاجة وكنا في البيت تقريبا، لأنه كان في تأخير وتغيير في الكوريكولم بتاع الجامعة وكان في مشاكل كثيرة. نحن دخلنا بيسمونا شهادة لندن، دخلنا يعني بالشهادة الأجنبية، بحيث إنه ندخل كانت مشكلة لأنه كان في لغط حوالينا واضطرينا ندخل قبول موحد، حتى إنه كل الناس تدخل كليات العلوم ويحصل الفرز بعد كلية العلوم. لكن قبل دخول الجامعة كان في تقريبا سنة كاملة الناس ما عملت حاجة، منتظرين الجامعة تفتح وان سو فورس. في الفترة اللي فاتت ديكي تقريبا التسعين، أوائل التسعينات 1990، يعني كان في عدم يعني المسألة التعليمية كان فيها مشاكل كثيرة، مشاكل سياسية والجامعات بتكفل على حسب المظاهرات، بتتذكر الحكاية دي. ف سنة كاملة أنا أفتكر ساعدت نفسي في إنه ما أقعد في البيت ساي، فمشيت عملت كورسات كثيرة جدا، بتذكر بتاع كمبيوتر كان ساينس يعني إن جنرال، كان حاجة جديدة، والمعاهد اللي بتدرس وكانت معاهد جديدة، فدي كانت فرصة طيبة إني أختلط بناس أكبر مني سنا وفي مجال مختلف تماما، ما المجال اللي أنا عايز أمشي، وفي نفس الوقت مجال مختلف تماما very يعني innovative. فقابلت مجموعة كبيرة جدا من الناس، فكان زملائي ممكن يكونوا أكبر مني بعشرات السنين، فبرضو I looked up to people يعني outside the age zone بتاعي. فلما دخلت الجامعة، دخلت الجامعة عشان أخش أنافس لأنها قبول موحد، فيعني ما طلعنا من الزون بتاع المنافسة، مسألة صعبة، مسألة حرجة، انت رغبتك طب ودخلوك في حتة يا اما حتمشي طب ولا حترجع لي ورا. فبرضو دي سنة كانت صعبة جدا جدا لانه المنافسة فيها شريفة ما في كلام، لكن برضو الاسترس فيها كان قوي جدا جدا، يعني تقريبا ما استمتعنا نحن كبرال ما او كأول سنة لنا في الجامعة، بأول سنة في الجامعة كانت كلها عبارة عن وجذب ويعني شغل قوي جدا، بحيث انه نكافح وننافس بحيث انه نمشي نلقى الحاجه اللي نحن حرصنا عليها. فلكن انا كنت محظوظه جدا جدا انه اثناء وجودي في سنه اولى برضو تعرفت على ناس يعني تركوا في نفسي اثر كبير جدا جدا، ودائما انا مشهوره باني بعرف ناس اكبر مني، فالناس اللي تعرفت بهم دي اللي احتضنوني جدا، كانوا معظمهم في سنة خامسة مثلا علوم رياضية، في سنة خامسة زوولوجي في العلوم يعني، أو ديمونستريترز معانا في الكلية، فناس تركوا حقيقة في نفسي أثر رهيب جدا جدا، وساعدوني في أنه يمتصوا المسألة تحت الستريس دي. ومرت السنة يعني كما لم ما تكون سنة يعني، فطلعت مستفيدة جدا جدا من اني نضجت
وتعلمت عن الناس وعلموني حاجات كثيرة، وكنت الحمد لله يعني ناجحة في أنه أمشي للمقصد بتاعي اللي هو أدخل كلية الطب. فمن بعدها أجوين كلية الطب اللي هي مجمع تاني مختلف من مجمع العلوم، فتركنا شلة العلوم أو شلة الآداب أو شلة الهندسة من هناك، فدي برضو كانت نقلة. لكن ستيل العلاقات اللي كونتها في الوقت ذاك ما زلت إلى الآن أتذكرها وأحرص عليها وفخورة جدا بها، بالرغم من إنه الزمن كان ضيق والزمن كان صعب. كلام جميل والله، يديك العافية، يعني مستمتعين جدا يعني بالذكريات الهادئة وكده. طيب أنا عايزك في المرحلة الابتدائية تذكري، المرحلة الابتدائية والمتوسط الثاني تذكري لي أساتذة لحد الآن يعني رسخوا في ذهنك والحاجة يعني اللي استفدتها منهم يعني. طيب في المرحلة الابتدائية والله الأساتذة كثيرين جدا والأستاذات كثيرين جدا، لكن بتذكر أستاذ عبد الغفار. أستاذ عبد الغفار ده بتذكره ليه؟ لأنه ليه ترون لما اتخرجت وأصبحت طبيبة سعيد فتشته، ويعني كنت حريصة إنه أصله وفتشه يعني، وبالعكس وصلته وصلته، ويعني كنت في وقت من الأوقات طبيبته. فده كان أستاذي بتاع اللغة العربية والرياضيات at the same time. وأستاذ عبد الغفار ده أنا بتذكره بقوة، ليه؟ لأنه كان مشجع للطلبة، ما كان عينة الأساتذة اللي بيخوف الطلبة أو يعني بديهم زمنه، وكان بيشجع الطلبة بصورة يعني قوية جدا جدا. يعني الإنسان اللي كان بيكون ما واثق في نفسه كان هو بيشد من أزره وبيساعده وبيصححه وبيجي بيجيب جنبك يعني. فارتبط في ذهني بأنه هو أستاذ طوليرن جدا جدا. وسبحان الله مرت السنين وجيت ليترون لقيته في ملف كده وحاولت أعرفه وأشوف مكانه وين، فراجعنا العلاقة، وكانت حاجة جميلة جدا جدا إنه نتذكر الأيام لما أنا صغيرة وهو كان أستاذي. فدي من الأسامي اللي ما بنساها أبدا. نعم. في المرحلة الابتدائية برضو كمية من الأساتذة، صراحة كمية من الأساتذة، لكن أنا حقيقة I tell you العنصر بتاع السسترات يعني أثروا فيني من غير ذكر أسماء، ما بتذكر حسي واحدة أو واحدة يعني معينة، لكن كنت very proud of إنه هم درسوني، لأنه اتعلمت منهم يعني أصله الإنسان ما يكذب، لأنه يعني كانوا يعني very مهتمين بمسألة الترانسبيرنسي وعدم الكذب دي يعني، فهمت؟ فبطريقة أو بأخرى هم very strict and very حاسمين، لكن كنت بشعر بهم إنه هم صادقين جداً برضو. فمسألة عدم الكذب دي يعني أنت تعلمتها من أهلك ربوك في البيت وأي شيء، لكن لما تجي تلقاها في المدرسة إنها something that is inserted يعني في ذهن التلميذ، ومسألة الغش later on في الكبر، ومسألة الدنيا ذاته إنه الإنسان يكون transparent but at the same time not to deviate from a straightforward behavior. دي value بتكون قوية جدا. فأنا يعني ممتنة لكل من علمني حرفا، وممتنة لكل إنسان يعني أثر في حياتي. يمكن أنا حسي ذاكرتي ما تخدمني، لكن من غير ما أذكر أي اسم كلهم على بعضهم كده كانوا ناس عندهم أثر فعال في حياتي وفي شخصيتي، إذا هي شخصية طيبة أكيد هم عندهم فيها لمسات. الله يديك العافية، يعني ده ذاته من أصلك الطيب كونه يعني تذكر المعلمين اللي درسوك وال يعني الوفاء للعطاء، وعبرك يعني بنرسل التحايا والتقدير لكل معلمينا في السودان لانه هم بيحملوا يعني رساله عظيمه. طيب نجي راجعين لمرحله الجامعه وكليه الطب، يعني الشخص لما يكون اصلا من البدايه ده حلمه وحققه، فيتخيل لي ما بيكون طبعا اكيد بيلاقي مشاكل، لكن ما بتكون المشاكل بالنسبه له شبه اوبفيس كده، رايك شنو؟ والله يعني شوف
ما أقدر أقول لقيت مشاكل، بقدر أقول إنه بالعكس أتيحت لي كل الفرص إنه أستفيد من الفرصة، بس شوي كنت شددها على نفسي، يعني كنت ما مستفيدة من المجتمع الجامعي اللي هو فيه شيء من الفن والضحك والسفر في القوافل والأركان والنقاش، لا أنا كنت شوية كده فوكس في مسألة التدريس والتعليم بصورة قوية جدا. فيمكن ان ريتروسبكت حسي أتذكر أقول يا ريتني لو مشيت معاهم القافلة الفلانية، أو يا ريتني لو كنت عملت كده. فشوية كنت يعني محبكاها زي ما بقولوا، لكن حاولت يعني بقدر الإمكان أكون جادة. يعني هي الفكرة كانت إنه أنا كنت جادة جدا في المسألة ذاتها تحت التلقي التعليم الطبي، يعني كنت بفهمي البسيط في الفترة الأولى ديك بفهم إنه إذا دكيت لكشر واحد ده حيكون مشكلة لما نيجي مريض يسألني عن حاجة ما بقدر أقول له ما عارفة. فهي كانت مرتبطة عندي بفيوتشر إيفنت مع مريض، فعشان كده كنت تلميذة very يعني شغوفة، وفي نفس الوقت يمكن دي تكون خلت بعض الزملاء مثلا يغير أو يزعل أو يقول دي ما عندها علاقات مع الناس بصورة كبيرة أو ما بتشاركنا في أشياء. لكن ليه ترون الحكاية دي شوية ذابت؟ لأنه الكلية في ال3 سنين أو ال4 سنين الأولى ما فيها عمل سريري أو كلينيكي، بيبتدوا الناس يطلعوا المستشفى من السنة الرابعة فما فوق. فدي اللحظة اللي ممكن أنت تتعامل فيها مع زملائك، تركب الباص من الخرطوم لصوبة، تمشي الراوند، في الراوند ذاتك يكون عندك نوع من الاقتحامات بتحت الزملاء، المشاجرات، الصحوبيات، أكلنا وين، مشينا وين، يعني بتلاقي كمية من الانتراكشنز كانت فعلا أفضل من إنك تكون في لاب أو في غرفة بتاعت مشرحة أو في مكتبة. فمع الزمن وضعي في الدفعة اختلف، فبقيت انتراكتيف أكتر سيمبلي لأنه الفرصة كانت متاحة، لكن برضو ما أهملت المسألة بتحت الستريكنس في التدريس وفي التعليم، فدي كانت مهمة. فمينتين ذا البالانس اي ثينك. طيب ال دار ذلك من شخصية، يعني ريم فيصل دي اتعرفت عليها وين؟ ريم فيصل صديقة، يعني صديقة عمري تقريبا، يعني من المدرسة، سيمبلي من المدرسة، من سنة سادسة ابتدائي ويمكن من قبل سادسة ابتدائي، لكن بقت علاقتنا قوية من الوقت ذاك. لكن العلاقة بقت أقوى ونحن تقريبا في المدرسة ونحن داخلين على الجامعة أو ما قبل الجامعة، يعني في معهد نبيل، دخلنا معهد دكتور نبيل ربنا يطراه بالخير، وده من الأساتذة اللي أنا بكن ليهم كل احترام وتقدير وحب، وبتذكر أفضاله علينا لأنه ثرو الانستيتيوت بتاعه اللي فتحه جابنا كلنا، علمنا وخلانا يكون عندنا فوكس في أدائنا ويكون عندنا بلان في حياتنا. وهو تقريبا الإنسان اللي وضع بصمته في المسألة بتاعت التشويسز اللي نحن مطالبين إنه نكون عندنا، يعني علمنا ما هو تشويس وكيف نكون عندنا تشويس في الحياة، بالذات في اختيار المواد، في اختيار المادة التعليمية، في اختيار الكلية إلى آخره. فمن هنا أنا بحييه جدا وبتذكر له كل الوقفات اللي وقفها معانا، وربنا يديه الصحة والعافية، لأنه هو في مكان آخر الآن في مصر بيعمل في نفس الأجندة اللي عملها معانا في السودان. فتخيل الراجل ده يعني عمل مساعدات لكم 1000 طالب، والطلبة يعني عمرهم ما ينسوه. فريم في الوقت ذاك احنا كنا في المعهد وكنا بنتلقى التعليم ما قبل الشهادة بتاعة لندن، ودي كانت أيام برضو صعبة جدا. ففي اللحظة دي بيبين الصديق القوي والصديق الصدوق يعني. ف definitely ريم من الناس اللي ما بقدر أوفيهم حقهم، هي تقريبا ما صديقة فقط، هي أخت definitely ورب أخ يا يعني. دكتورة هالة، إذا أنا أيوة أخت أنا عايزة أفتنك قدام الناس، وعايزاك تجامليني في الفتنة دي بمناسبة إن أنا أختك وصديقتك. أها زمان لما كنا بنقرأ في الثانوي العالي والامتحانات كانت بتكون صعبة بالنسبة لينا وبنكون يعني زهجانين من القراية، كنت بتغني لينا سبيسيفيكلي للأستاذة حنان النيل، كنت بتحاكيها بتلبس النظارة وبتجي في الوقفة حقتها، وحتى ال تحت الأصابعين بتاعتك بتعمليها.
فقدر رجعيني للأيام دي يا دكتورة هالة. الله يا سبحان الله. طيب يا ياسين، انت حس دخلت لي ريم دي من وين عشان تقوم تذكرني بالقصة دي؟ الكلام صحيح جدا، وبعدين انا عندي يعني اهتمام بالغنى السوداني، يعني غير الأستاذة حنان النيل، الغنى السوداني ان جنرال انا بحترمه وبقدره جدا وبفتشه، بالذات الغنى القديم وغنى الحقيبة، ومشهورة جدا باني بفتشه وبحفظه. ففي الفترة بتاعت المرحلة بتاعت ما قبل الجامعة، فكانت حنان النيل مشهورة جدا، وكان عندها أشرطة كثيرة طالعة، وكانت في الوقت ذاك هي ابتدت بالمديح، لكن ليتر اون كان عندها يعني العزف على العود، وكنت بهتم جدا بأنه أسمعها، لأنه بفتكر كيف زول بيغني وبيعزف عزف جميل كده at the same time، يعني الفكرة كلها about the coordination والإحساس يعني. فقمت حفظت كمية من الأغاني بتاعته، فالجماعة دي الناس ريم لما يجوا يزوروني في البيت وكده، فكنت بقوم أغني لهم يعني. فالنظارة بتاعتها نظارة شمسية سوداء، عندها كانت حركة بيدها بتعملها، لأنه ده نابع من إحساسها وهي بتغني. وبعدين طبقات صوتها، يعني ما افتكر في زول بيكررها، لانها هي انسانه ما مرت على الغناء السوداني شخص بيغني يعني بحنكته وبحرفيته يعني، لكن هي كانت ترايل يعني. فده بوريك جانب اخر مني، انه انا انسانه بسقي للغنى وعندي احساس برضو، لكن يعني ما ممكن اكون in her shoes at all، يعني ما ممكن اصل حتتها. فالجماعه ناس ريم قال، طبعا ريم دي كانت جايه من امريكا وما كانت ناقشة أي حاجة في حاجة اسمها غنى سوداني، كانت زولة حنكوشة جدا جدا، كان أهلها في أمريكا ووالدها الله يرحمه كان بيدرس هناك، وهي اتولدت أولموست هناك واتربت هناك، وجاتنا المدرسة بعد ما هي يعني رحلوا السودان. فهي كانت أكثر إنسانة حنكوشة في الجروب، فلما نجي نغني لها زي ده ما بتفهم الغنى السوداني ده معناه شنو ولا الكلمات شنو، فكنا نحن بنحاول نثقفها one way or another، والحمد لا لله يا الحكاية طمرت، هالة، بقيت حسي فاهمة فاهمة تدعي حتى متذكرة. تدعي المشاكل هسه دي. مش انتي باغتيني؟ يا مش دكتورة مين هالة انا طبعا رجعت لك انت بعد؟ يعني من أسرة كريمة جدا جدا من ناحية الوالد والوالدة، وطبحتي بالكرم من أصلك، ومشيتي قريتي طبعا في إنجلترا، حضرتي هنا في UK، ورجعت السودان. لما رجعت السودان شفت معاك الكالتشر بتاعت بريطانيا، وكنت عايزه تمشي السودان وتنمي الكالتشر هناك، بحيث انه الناس يعني تستوعب معنى كلمه المريض ومعنى كلمه البرايفسي حقه المريض واحترام الطبيب مع المريض نفسه. بتذكر انا كان يعني من ورا ظهرك حكت لي واحده كانت هي المديره الطبي، افتكر اول مستشفى اشتغلت فيها هي كانت مستشفى الشرطه، وأنا مشيت عشان أزور مريض هناك ولقيتها، ولقيتك أنت شافتني بسلم عليك، فقامت نادتني قلت لي أنت بتعرفي الدكتورة هالة أبو زيد؟ قلت لها هي بعرفها مالها؟ قامت قلت لي يا أخي والله الزولة دي مدخلانا في أظافرينا، كيف الكلام ده؟ دي زولة دكتورة معروفة وشاطرة جدا جدا وماخدة عدة جوائز وحتى في إنجلترا. فقامت قالت لي حكاية ما إذاك تحكيها لنا، قالوا في وزير جابوه المستشفى في حالة سيئة جدا جدا. انت قمت عملت شنو يا دكتورة هالة لو بتتذكري؟ تذكريني. قالوا أها. الوزير كان راقد في الغرفة، وانت جيتي داخلة وما كنت عارفة هو منو، قمت سألتيه من اسمه. يس. شوفي. الوزير مشهور يعني. أنا والله طبعا جاية جديدة يا جماعة من بريطانيا، كنت ما عندي معرفة بالوجوه السياسية، ولا وطبعا نحن عندنا في السودان يعني الحكاية دي يعني كانت غريبة، إنه الناس ما بتعرف الناس البصات الكبار أو السياسيين أو الكذا. فأنا صراحة يعني مع احترامنا لكل زول، لكن انا بروفيشنال في مكاني شغاله بعمل في شغلي، ما كنت بهتم بالاشياء دي، وما كنت بكون واعيه للتشينجز الكثيره اللي بتحصل، واعرف اكس من واي. فانا يعني بالنسبه لي المريض لازم اديه يعني الكم الهائل من الاحترام والتقدير، واهم شيء انه اسمعه واسمع مشكلته عشان اقدر اعالجه، لكن ما عندي انه افرق بين ده وده. والحكايه دي حكايه مهمه جدا، لانه بيجي يوم من الايام بتتوضع كطبيب في محك كبير جدا جدا،
وأثناء المحك ده لازم يا إما تكون أنت فير على المريض ولا تمشي لأنك والله حريصت إنك تباري مثلاً النيم بتاع الفاميلي ولا تخاف من البريشر بتاع البيرز أو يعني دي بتفرق. فمن البداية الواحد بيختار طريقه إنه أنا كطبيبة أمينة على مشكلة المريض لازم أحلها، همي والفوكس بتاعي المريض وعليه، الشكليات دي كانت ما بتعني لي حاجة. فأنا يمكن دي تكون عدم دبلوماسية، يمكن تكون عدم لباغة، لكن كنت very strict في المسألة دي، ويمكن دي تكون يعني فعلا very British attitude يعني. فأنا بالنسبة لي أفتكر عدم معرفتي بالشخصية كان غريب شوية، لأنه الناس كلها قالوا دي منو في شنو، في النهاية استوعبوا إنه أنا زولة جديدة على السيستم وكذا. لكن بفتكر إنه التقدير والريسبكت اللي طلعت به من الشخصية دي كان ريسبكت عالي جدا جدا. وليترون سبحان الله نفس الشخصية دي أصبح طبيب، طبيبته أنا وطبيبة أهله وأبنائه، سيمبلي لأنه بقى في تراست، والتراست ده نبع من إنه لقاني أنا زولة دغرية ستريت فورورد، ما لفيت ولا دورت ولا يعني أطلت عليهم المشوار، كان very straight forward و black and white. فيعني هي سلاح ذو حدين، لكن أفتكر في المسألة الطبية وبالذات المسألة الحادة اللي هي التخصص بتاعي، في أشياء كده لازم تكون black and white، نادر ما أكون أنا بنتمي للعنصر الرمادي يعني. نعم. وI hope إنه ده يكون يعني style style يقتدوا به الناس، لأنه أصبح في كمية من المشاكل بتحصل لما أنت تختار الجري، بالذات في مسائل التواصل مع الفاميليز الكوميونيكيشنز. ممكن تقول لأهل المريض الكلام واضح، ممكن تقوله بطريقة لفة ودوران، تأخذ زمن إنك تدخل لهم الكلام الواضح في 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 راسهم، والمريض في النهاية يكون ضيع عليه زمن. فا I think طبعا الناس، وأنا من أنا من ضمنهم طبعا، الناس مصرين إنه دارين يسمعوا القصة يعني. أنا هحكي القصة، أنا هي ما هتحكي. لا أشوف أنا ما هذكر الأسماء. حصلت لي يا ريم، طردت الكوميشن. داخلة حسب ده أنا ما حضرت الموقف، حكت لي المدير الطبي، قال لي الدكتورة جات داخلة في وزير كبير قاعد ومعه مجموعة من الوزراء زملائه. جات داخلة هي ما عارفة إنه ده الوزير، سألتهم يا جماعة اسم المريض منو؟ الناس عينت لها، استغربت كيف يعني اسم المريض منو، ده ما معروف، وزير كبير يعني. أكدت من الاسم كذبته، قامت يعني قالت للناس المرافقين والناس اللي معه، بتقول لو سمحتوا يتفضلوا عشان أنا عايزة أكون يعني مع البيشنت، عايزة أديه my utmost attention. فطبعا هم أخذوا الكلام عن إنها هي طردتهم من من الغرفة اللي هم قاعدين فيها مع ساعات. ما كده، لا لا والله يا ريم ما كده. أنت واحدة من الأشياء المهمة في رعاية المرضى الconfidentiality. هو مريض فبيكون جاي معه حرس، بيكون جاي معه طاقم أمني، بكونوا فاتح له الفي اي بي سويت تو بي لوكت افتر. وحتى الفي اي بي سويت ده ما مكان مقنن للرعاية الطبية يعني، ما فيه كاوتش، ما فيه سماعة، ما فيه، بس عشان هي منظر عشان يحترموا الوزير ويوروا انه شافوه وعملوا. فدي دي بتخلق يعني مشكلة وأزمة في انك ذاتك كطبيب تقدر تعاين المريض وتصل لحل في قصته، ناهيك عن انه هيسألني وهسأله أسئلة كثيرة جدا، كيف انا اخليه هو يتكلم عن أسرار شخصية قدام حرس وقدام طاقم سياسي يعني. فأنا بالنسبة لي دي حاجة كانت بري يعني imperative إنه ما أتكلم مهما يكون. فأصريت على موقفي، وفي النهاية الناس غادروا الغرفة، مشيت كشفت عليه واهتميت به وعملت اللازم، ويظل مريض وconfidentiality تظل شيء أساسي وعنصر أساسي. و if I went back again I will do the same. وأتمنى إنه حقيقة دكتور هالة أكيد يعني صراحة الطابع السوداني بياخد الحاجات بفكرة تانية، لكن والموقف بتاعك هو موقف متميز جميل، وهو ده الحاجة الصحيحة الكود كونفيدنشاليتي. لكن وحصلت هنا يا ريم قبلي لما كان ديفيد كاميرون كان رئيس الوزراء هنا، فطردوه من المستشفى يعني، أو من العنبر صراحة يعني. جاي بقميصه وما مكفكفه، وكان الـ 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 المسألة بير بلو إلبو،
بحيث انه دي تكون واحده من الاشياء المهمه في الانفكشن كنترول. فهو جاي كانه رئيس وزراء وهي did not يعني pay attention للمساله دي. فجاء رئيس العنبر اللي هو كان استشاري في الجراحه جاء قال لهم I'm sorry this is my ward get out لانك you are bringing infection inside. ما التزم بقوانين مكافحه العدوى في المساله. فانا افتكر this is exactly the point. دكتوره ولا براو جاب الكلام ده من نفسه؟ الرئيس بتاع الورد ده حرشتيه انت ولا جاب الكلام ده؟ لا لا ما داس ديسيبلين يا جماعه. ده من المبدا الصح, ده المبدا الصح يعني ما حاجه غلط, دي الحاجه الصحيحه المفروض الناس كلها تعملها. لكن صدقوني يا جماعه انا ليتر اون في حياتي الفاتت دي لقيت situations أسوأ من كده والعكس تماما. أنا كنت بتخطى فيها, كنت بكون أنا الشاذة, لكن ما زلت مصرة على موقفي وما زلت مصرة على إنه الصح يصح وما في حاجة بتجي تأخذ مكان الصح. people have to just keep prevailing بالideas الصحيحة. طيب يا دكتور, طيب ده تقول حاجة يا ريم؟ بس عايز عشان أديكم المجال أفتح لكم المجال عندي بس ذكرى تاني واحدة حاجة عايزة أتذكر. أنا كنت شغالة في شركة في السودان والشركة عندها corporate social responsibility ومشيت مستشفى الخرطوم عشان أشوف يعني إذا ممكن نتبرع. ودخلت المستشفى ولقيتك يا دكتورة هالة أبو زيد كنت بتنظفي في المستشفى مع العمال. والله يا سلام, دي ذكريات جميلة جدا. أول حاجة ريم أنا مشهورة جدا في إنه في بيتنا بحب رش الحوش وقشه, ولما كنت صغيرة كنت بمشي الجامع وقشه, دي حاجة طبيعية. لكن نو الفكرة إنه المستشفى اللي أنا اشتغلت فيها اللي هي قسم الحوادث, أنا بالنسبة لي ده مكان فيه يعني ذكريات طيبة جدا جدا ما بنساها, لأني كونت علاقات مع تيم فاضل جدا جدا أتذكرهم بالاسم. وبالرغم من إنهم زي 330 شخص من الغفير للمدير كانوا كلهم أشخاص أثروا في حياتي one way or another. وكنت أنا رئيس الفريق, لكن في النهاية اشتغلنا مع بعض وخلقنا تيم قوي جدا جدا أثر في حياة مواطنين سودانيين كثيرين جدا وفي حياة السودانيين وفي العملية الطبية في السودان في اللحظة دي. يعني اشتغلت تقريبا 6 سنوات في القسم بتاع الطوارئ. فأنا بالنسبة لي I try and lead by example. يعني there is no point in إنك تكون مدير وقاعد في المكتب قافلوا عليك وعامل مدير, لا you just come and help out and lead by example بحيث إنه الناس تشوفك بتعمل شنو. فأنا بفتكر يعني المكتب بتاعي بحرص إنه يكون نظيف, لكن the same ستاندرد بتاع النظافة كنت بحاول أخليكم في العنبر فوق مع المريض أو عند المريض وإلى آخره. عشان كده I used to lead by example to go and stand by them and الحاجة اللي أنا بفتكرها من ناحية مكافحة عدوى أو طريقة غسيل أو كده I will just do it. يعني ما في حرج, يعني أنا منهم وفيهم وأنا منصبة نفسي team member معهم. وكنت بري يعني حريصة وهابي جدا من الفعالية دي. ومع الزمن فهموا عني وفهموا عن الطريقة تحت النظافة وغيرت كثير جدا جدا في how to clean the casualty. يعني نحن كنا يعني بننظف الحوادث بصورة مرتبة بصورة regular. كنا التويلت for instance بتترتب بتايم تيبل, وكان كل واحد لما ينظف بي 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 بيكتب وبيمضي وبنعرف الوردية الساعة كم خلصت وفي سوبرفايزر بيمر. ف it goes without saying this is norms, this is definitely not abnormal. لكن بتبقى abnormal 200 لما الأمور دي الناس تتقاعس عنها وتبعد منها وتنساها وتقوم أنت كمدير تقوم to outsource الشغلانة لشركة والشركة ما يكون عندها باع في الموضوع وتجي تعمل لك شغل عدي من وشك وتأخذ قروش آخر الشهر. No, you can do it alone with your team and you can save and you can lead by example and you can make them deal with it and carry on the same legacy. And I think this is what I wanted to show or to يعني exemplify. يديك العافية والله. طبعا ده كلام جميل جدا, وانا اتمنى انه الناس اللي حضروا معانا ادارة المشاريع الدورات بتاعت المشاريع يكونوا سمعوا الكلام ده. انا بجي راجع لك للحتة بتاعت الطبيب الاداري, لكن بس دار ارجعك ورا لكلية الطب وجائزة البغدادي يا دكتورة. طيب جائزة البغدادي كان من الناس
الموجودين كانوا في السودان من الـ من الـ في زمن بعيد جدا جدا، كان ميرشنت يعني، كان رأسمالي، وكان يمتلك يعني أوقاف كثيرة جدا جدا. وواحدة من الأشياء اللي عملها في وقف كلية الطب، إنه أول حاجة عملوا قاعة باسمه، أو كان بناها، ولا يترون عمل وقف بيعطي منه ريجولر يعني سبورت للمكتبة. الطالب المثالي أو الطالب اللي بيكون على مر سنين كلية الطب يعني متميز أو مجتهد طلع الأول وكده، فبيقوموا يحسبوا له كل السنين بتحت الإكسلنس دي، وبدوه في نهاية السنة بتحت التخرج في سنة سادسة الجائزة. فكنت أنا من الناس المحظوظين جدا، واجتزت الامتحانات يعني من أوائل سنوات الطب لغاية ما خلصتها، وكانت يعني جائزة البغدادي من الجوائز اللي أخذتها واقتنيتها، ويعني هي مسؤولية. هي كجائزة قيمتها المالية كانت بسيطة جدا، لكن الفكرة في القيمة المعنوية، والفكرة في إنك أنت يكاري حاجة بتكون مسؤول منها، بحيث إنك تحترم اسم الشخص اللي وهبه أو عمل الوقف فيها. وبعدين بتذكرك بإنك أنت عندك morals you have to keep، عندك compass you have to always remember، and يعني هي مسؤولية أكتر من إنها مسألة مادية. if you see what I mean. الله يعني الله يديك العافية يعني. والله يعني ده كلام يعني، إنه يجوز اللي أخذ جائزة مفروض يعني، والله يعني اتعلمت منك يعني صراحة يعني، دي حاجة جميلة والله. طيب يا دكتورة، مشينا اتخرجتي واخدت الشهادات بتاعتك، مشيت الشغل بعدها. طيب، أنا كنت شغالة تقريبا في مستشفى الخرطوم من قبل ما أتخرج، كنت يعني شغوفة جدا في عمل المستشفى، فدائما المستشفى بيدخلوها الناس بعد سنة خامسة، لكن زي ما كلمتك زمان كنت بصاحب الناس الأكبر مني وبمشي وراهم، بمشي الراونز وبمشي بحضره. فتقريبا دخلت المستشفى من ما أنا كنت في سنة تانية، يعني ديفينتلي كتلميذة ما مفروض أدخل المستشفى، لأنه ما في سبب، لأنه في سنة تانية باخد بايوكيمستري وفيسيولوجي وأناتومي، مفروض أكون قاعدة في المكتبة بعمل الحاجات دي في 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 الكلية. في سنة تالتة نفس الفكرة، في سنة رابعة مسألة بقول لها مايكروبيولوجي وباثولوجي وفورنسي يعني سو فورس، يعني ما أشياء بتخليك تمشي المستشفى، لكن عشان المسألة السريرية كانت دائما حاجة very يعني intriguing بالنسبة لي، فدخلت مستشفى الخرطوم، وبالذات الحوادث بعد مستشفى الخرطوم وأنا في سنة تانية. فدي خلتني أنمي علاقات كبيرة جدا مع ريجسترارز، نواب، أخصائي، استشاريين، بجيت بس أتلصق أسمع، بحب دائما أسمع. العلم السماعي ده بالمناسبة علم ممتاز جدا، بوفر عليك إنك تقرأ كتاب كبير جدا في 10 يوم، لكن تسمع من أستاذ كبير عنده خبرة الحصيلة بتاعته والزبدة بتاعته، وانت تكون محظوظ سيمبلي بانك تكون وقفته زي ابحث عن فضولي ذاك، يكون قاعد في النص كده انسان يعني نشاز، يعني انا بالنسبة لهم لا انتمي لهم بصلة، يعني في ناس نواب، ناس سينيور، ناس دي منو جاية تحضر، فكنت متطفلة جدا عليهم، فلكن استفدت استفادة قوية. فبالنسبة لي دخول المستشفى ايرلي ساعدني حتى في السنوات القادمة، وخلاني برضو أفتح عيني على الدنيا، وأعرف إنه المسألة دي ما مسألة سهلة وما مسألة هينة، ومسألة بتجي بالدراع زي ما بقوله، ومهم جدا إنه المريض ده أكون ملمة بأشياء كثيرة وأساعده بقدر الإمكان، لكن لازم أكون أنا اللي بفتش عن المعلومة. فدي المستشفى، فتخرجت، والتخرج ده يعني كان واضح جدا إنه لما اتخرجت أنا عندي فهم واضح إنه أنا عندي فوكس إنه حاقعد زمن بسيط في الخرطوم وحسافر UK، والحكاية دي اتدبرت من قبل ما أتخرج حتى، يعني كنت بمشي UK every now and then، وعرفت البلان شنو في UK. الزمن ذاك كان لازم يكون في المعادلة بتاعت شهادات الطب السودانية، فكان لازم أجلس الامتحانات تحت المعادلة، فعرفت إنه بمجرد ما أخلص من سنة في الامتياز، في اللحظة كان سنة الامتياز سنتين بدل سنة، فرتبت أموري على إنه أعمل سنة واحدة امتياز رادة بدل سنتين،
وغادرت immediately لبريطانيا عشان ما أمشي في المجال بتاع التخصص، لكن قبل التخصص لازم أدخل في السيستم باجتياز امتحانات المعادلة وإلى آخره. نعم. طيب في لندن، جيت طبعا لندن، الحياة مختلفة، البيئة مختلفة، الكلتشر مختلفة. لما دخلت الجامعة يعني عشان تحضري أو مشيت المستشفى، الحاجات اللي شفتيها فرق كبير شنو بين الخرطوم مثلا أو السودان ويوكي؟ شوف، أنا دائما يعني إلى الآن أفكر في الطريقة يعني السودانية في دراسة الطب، في الاجتهاد في دراسة الطب، في الاجتهاد في مساعدة المرضى، في يعني الوصول إلى التشخيص عن الطريقة السودانية البحتة، الطريقة اللي تعلمنا بها، ما في أميز منها. وإلى الآن أنا بفتكر إنه البيز الصحيح اللي خلاني في مسألة الطب أمشي لقدام سواء في بريطانيا ولا wherever it is، هو البيز السوداني، وهو البيز اللي فعلا قاموا على أمره أساتذة أجلاء، منهم العايش ربنا يديه العافية، ومنهم المات ربنا يرحمه. ما في أحسن من كده، لكن في مشكلة كانت كبيرة جدا جدا بتواجه الناس وإلى الآن بتواجههم. يعني نحن عندنا ضعف كبير جدا في مسألة الكارير أدفايس، يعني تلقى إن الواحد ماشي بيعمل بيشتغل بيسوي، لكن في بعد كبير جدا من البلان. ما في حد بيقعد معاك بيشوف قوتك وين وضعفك وين، بيديك كارير أدفايس. كارير أدفايس بيز أون الإكسبيرينس بتاعته. فعشان كده لما تمشي اماكن زي بريطانيا بالذات انت ما تكون ارتدتها وعرفتها، بتبدا من الصفر وبتكون فعلا مجهجه يعني في الفتره الاولى، لغايه ما تفهم السيستم وتفهم الطريقه وتفهم انه الدنيا دي ما زي الدنيا في السودان. في اشياء لازم الواحد يتحلى بها قبل ما يقول انا وصلت او قبل ما يقول انا فشلت. ف دي ما موجودة في السودان، الكارير ادفايس، البلانينج ما موجود، التخطيط، مسألة التخطيط في العملية الطبية أو في عملية التثقيف الطبي أو الممارسة الطبية أو حتى التخصص الطبي ما بعد الامتياز وكده، دي ما موجودة وما متاحة. فعشان كده الناس بتكون راسها ضارب، ما بكون عندها فيجن واضح. نعني يعني نحن نقول إنه والله نحن في السودان عندنا مشكلة في الريسورسز، وعندنا مشكلة في التشخيص، وده كله كلام واضح جدا إنه موجود ممكن يكون. لكن لا، لما نيجي نفكر بصورة تانية، اتعلمنا في السودان ريسورس مانجمنت في مسألة التشخيص. يعني حسيت أنا اشتغلت في بلاد كثيرة غنية مثلا زي بلاد الخليج أو بلاد زي بريطانيا على الكفاف، يعني ما بيعملوا الفحص إلا لما يكون فعلا في ريزون ليه وفي evidence behind it، وبيعملوا الحاجة حتى لو كانت غالية لكن في منها benefit للمريض فبها. في السودان بقى أنا أفتكر الريسورسز كانت معدومة لدرجة إنه خلتنا أو يعني المريض ما يقدر تتاح له مثلا كل الفحوصات لأنها غالية أو كده، خلتنا نحن كأطباء تكون عندنا سرعة في الأداء و sensitivity وحساسية في إنه نلقى التشخيص ونلقى الساينس يعني علامات المرض أو علامات الأذى. فمع الزمن استوعبت الفكرة، لما تشتغل في بلد زي السودان وتتعلم بالطريقة بتكون إنسان ملكاتك السريرية كويسة، ولما تيجي تشتغل في بلد غنية جدا وتحمل فكرة السودان بتاعت الريسورس مانجمنت دي بتفيدك وبتخليك تفيد السيستم الجديد اللي انت فيه، وتكون فعلا انسان ريسورس مانجينج. نعم مظبوط. وطبعا ده يعني ده كلام سليم، ده بيغدني بالحته بتاعت انه يعني بالذات الطلبه اللي بيجوا من السودان بيدرسوا في بريطانيا دايما بيكونوا مميزين يعني. يعني الواحد يجي يعمل ماجستير طوال، البروفيسور او السوبرفايزر بتاعه بيقول له يا اخي اقعد اعمل بي اتش دي، وحصلت كثير جدا يعني. فده بوريك انه الاساس بتاع التعليم عندنا كان متين يعني، او لحد الان الشخصيه السودانيه معروف انه بره بيمشي بينجح لانه بيلقى الريسورسز وهو كل وعنده اصلا هو عنده الامكانيات يعني. اختيار التخصص يا دكتوره، ما شوف، انا لما مشيت يو كي وصلت
الدراسة بتاعتي في University of London في طب المناطق الحارة، ودي كانت مسألة كانت مهمة جدا عشان بس أحفظ السي في بتاعتي إنها ما تكون فاضية، وفي نفس الوقت أكون يعني بتعلم عن شيء لا بد منه، لأنه أنا جاي من بلد endemic for most of the tropical diseases. فالدخول للسيستم البريطاني عبر الامتحانات وعبر الامتحانات اللي بتخليك يعني يكون عندك المعادلات وكده ما سهل، يعني لما تمضي للامتحان ده بدك 3 شهور حتى تخشه، فما ممكن تكون فاضي 3 شهور ما بتعمل حاجة. فلقيت الكورس دي في University of London لمدة 3 شهور، بعده بدوك دبلومة. this was the best thing that I've done and I did it just haphazardly عشان يغطي السي في في فترة طلعتي من السودان لغاية ما امتحن امتحان البلاب الجزء الأول. فده كان هو نقطة البداية لي، وافتكر انه قرار سليم جدا جدا، بالرغم من انه يعني انا ما كان عندي مثلا السبورت الا بس من اهلي، صرفوا علي وغطوني الدبلومة دي. في أثناء ابتدت تتفتح لي المسائل واضحة، لأني خلاص دخلت في السيستم وعاشرت الناس وعرفت الطريقة وحبيت العلم اللي أنا دخلت عملته. فدي واحدة، خلصت الامتحانات وبعدها أتيحت لي فرصة إنه أخذ sponsorship through the British Council اسمها Achieving Scholarship لمدة سنة تاني أدرس في نفس الـ University of London، أعمل شهادة ماجستير. ودي كانت أثناء اجتزت كل الامتحانات تحت المعادلة والجزء الأول من امتحان الكلية الملكية للباطنية. فأنا بالنسبة لي دي كانت فترة بتاعت تلمذة، وما أحلى إنه الإنسان يكون تلميذ وفي نفس الوقت at your own pace بتشوف السيستم وبتدخل فيه، وما بتكون ضيعت زمن وبتكون طلعت بشهادات تفيدك في انك تبوش هارد في السيستم الجديد ده يعني. فبرضو دي كانت مسألة يعني مفيدة جدا، ولكن طبعا ما كانت بتحصل لولا مساعدة اهلي ليا ومساعدتهم لي، وقفتهم معي وقفة قوية جدا، لان دي طبعا كانت اول مرة انا ابعد منهم زمن طويل، فدعموني دعم قوي جدا. وأهم شيء الدعم بالدعوات، يعني بتخلي الناس في الغربة تكون يعني شعرة بالقوة. نعم. فخلاص بعد السنة ونص دي خلاص لقيت نفسي دخلت في السيستم، وخلاص the sky is my limit now simply because I am putting into the system and I just have to go and seek my dreams. فالتخصص اللي أخذته في الأول هو تخصص الطب الباطني، فقدمته وابتديت أدخل في السيستم. دخلت حاجة اسمها بنسميها كالمن نمبر، يعني بدوك نمبر تدريبي، وهي بتكون زيك وزي أي بريطاني تستحق التدريب ويكون عندك كارير وبلان وفوكس وباث. فكنت محظوظة جدا جدا إنه ألتحق بأكسفورد ومستشفيات أكسفورد بالدينة في أكسفورد وأدخل مجال صوت بعيد شوية يا دكتورة معلش. التخصص بتاع الحالات الحادة في الباطنية acute medicine. فدي كانت ضربة البداية للتخصص. أثناء صراحة كان عندي شيفت مفروض أعملها أو 3 شهور مفروض أعملها في الكريتيكال كير، وطبعا جاية من السودان ما عندنا نحن طبعا تخصص الكريتيكال كير ده، فبالنسبة لي دي كانت يعني مسألة very قوية وصعبة، ودي حاجة جديدة علي فشعرت فيها بصعوبة جدا عشان اجتاز 3 شهور. لكن دي كانت بالنسبة لي هي الحاجة اللي خلتني افتش التحدي ده والتشالنج، وامشي اطلب من الـ training board انه ينظموا لي طريقة بحيث انه انا اعمل تخدير وعناية مركزة بحيث انه اعمل الثلاثة مع بعض و أرجع السودان عندي experience في علم العناية المركزة، simply لأنه في السودان كان ما موجود بالطريقة الصحيحة. يعني كان دائماً العناية المركزة بيقعدوا فيها الإخوة من أسرة التخدير، لكن ما كان درسوها كعلم عناية مركزة، كان درسوها كجزء من التخدير. فلهذا السبب أصبحت شخص مهتم بمسألة العناية المركزة.
بس من التشالنج، من الخوف من المادة نفسها سيمبلي، لأنه نحن في السودان ما تعرضنا لها وما كان عندنا تدريب فيها، لكن مضارة النافعة. طيب يعني دي حاجة، يعني أنا ما طبيب يعني، لكن يعني لما نسمع كلمة العناية المركزة والعناية المشددة يعني طوالي الواحد بيكون يعني خلاص في حالة ثانية يعني، فتخليها التخصصات وما التخصصات السهلة يا دكتورة. شوف، هو تخصص يعني بالرغم من إنه صعب جداً، ويعني بتعيش الإنسان في حالة بتاعت أدرينالين سيرج بصورة قوية جداً، يعني الوقت كله أنت في حالة بتاعت ستريس، والستريس ليفل بتاعتك عالية جداً سيمبلي لأنه الحالة اللي قدامك حالة عاجلة وحادة، والتزامك أنت بأشياء كثيرة بيخليك تكون فوكست وشاطر في إنك تجتاز المحنة مع المريض. فدي بتتطلب منك إنك دائماً تكون في حالة بتاعت مواكبة، تتطلب منك إنك تكون عندك competencies معينة تكيب، تتطلب منك إنك تكون دائماً في مواقف صعبة جداً جداً، يعني في مرضى أو مع مرضى يعني حالتهم حرجة جداً، والحالة بتاعتهم مش حرجة ساي، حرجة وفي أعضاء من جسمهم فاشلة، وإنت لازم تكون الطبيب القائم على أمر كل الأشياء دي. فعشان كده هو very stressful كتخصص، لكن at the same time very satisfying، لأنه المريض اللي أنت بتمارس فيه الحاجة الصحيحة وبتعمل فيه الحاجة الصحيحة اللي تعلمتها وبتعمل فيه الشغل الصح بيفاجئك بأنه بيبقى كويس وبكون من ضمن الناس اللي بيجتازوا، وبدل ما تكون mortality بيكون حياة. فدي دي 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 حاجة طيبة جدا ما بيضهيها أي شيء. في نفس الوقت أنت بتتعامل مع situation صعبة وبتتعامل مع أهل وقبيلة للمريض ده، بتفهمهم وتوريهم وبتعلمهم عن حالة مريضهم اللي هي ممكن تكون حالة حادة جداً وحرجة جداً، ممكن المريض يتوفى ويكون متوقع الوفاة. لكن هو كعلم التشالنج فيه إنه من كل 10 بيموتوا 3 أو 4، ومع تحديث العلم ومع الاكتشافات الحاصلة يمكن الحاجة ذاتها قلت، لكن إذا أنت بتكون شغال عشان ما يعني تساعد وتكون يعني وسيلة بتاعت مساعدة في إنه 6 أو 7 out of 10 to survive، أنا أفتكر فمن أحياها كمن ثم أحيا يعني. الله يديك العافية. طيب يا دكتورة يعني ده كلام جميل جدا جدا. طيب شلتي شهاداتك وتخرجتي من واخدتي التخصص ورجعتي السودان، فأول حتة اشتغلتي فيها بعد ما رجعتي؟ أنا حقيقة اشتغلت في بريطانيا تقريباً 9 سنوات، وبعد ما تخصصت واخدت شهادة التخصص الكبيرة اشتغلت استشارية في بريطانيا في باص زي تقريباً 1.5 سنة، وبعدها قررت إنه أمشي السودان عشان يعني شعرت إنه يعني ما في إضافة جديدة ممكن أضيفها لنفسي، بل في إضافة ممكن أضيفها لبلدي إذا مشيت، وكان في ضغط من أسرتي إنه أرجع لأنه بعدت كثير، فالتزمت ومشيت. فكانت دي هي التشالنج الكبيرة في حياتي. أنا زولة جاية من 9 سنوات غربة، شغالة في سيستم واضح ومفهوم وساهل لأنه موجود الحاجة اللي أنا بكون عايزاها، في تخصص غير معروف في السودان، في بلد فيها صعوبات اقتصادية كثيرة جدا وسياسية وتحديات اجتماعية، ويعني فجأة كده أجي، وأنت عارف السودان يعني ما it's not easy to fit in immediately بالذات للشخص المغترب زمن طويل، فبيعينوا لك كده بيقولوا ده جايين من وين، تقول كلام يقول لك ده داري تفلسف علينا، تتكلم بevidence based يقول لك والله ده كان ودوا مبارح وتخرج بتقول يعني. فالمسألة كانت يعني شاقة جدا جدا، لكن شوف هو في النهاية برضو أرجع أقول لك لا يصح ولا الصحيح، وفي النهاية الدنيا بتلف وبتدور، ونرجع للحاجة الزمان تعلمتها. تعلمنا شنو؟ من الفاليوس. تعلمنا البرسيفيرنس، إنك الحاجة تحكها لما تجد تلقاها، واحد. اثنين، تعلمنا إنه ما في شيء مستحيل، لأنه أنا دخلت قسم العناية المركزة ما بفهم فيه حاجة، وبس بمسألة بتاع التحدي حعمل الشيفت ده وحمشي أفتش الشيفت الثاني، وتعلمته وتخصصته. تعلمنا عن إنه نحن يعني خلقنا لأداء مهمة لازم نجتازها ونعملها، والواحد بيطلب من ربنا المساعدة. فما أفتكر التشالنج حيكون أصعب من التشالنج لما أنا سافرت بريطانيا، كنت في مجتمع ما حقي وفي طقس ما حقي وفي ثقافة ما حقتي.
فتخيلت انه الوضع حيكون افضل لانه انا بين اهلي وبين قبيلتي وفي في في الكومفورت زون بتاعي. لكن العكس تماما هو اللي حصل، انه الاصعب كان هو السودان، لانه التحديات لا حصر لها ولا عد. يعني نتكلم عن انك كمرأة في السودان، وأتمنى أن الحكاية دي تكون في نهاياتها للانتهاء، المجتمع السوداني ما بيعامل المرأة البروفيشنال كما مفروض تعامل، دي واحدة. لكن you have to fight harder عشان ما تصل لحتتك، you have to raise your voice أكثر عشان يسمعوك. فدي واحدة من الأشياء اللي الواحد كان لازم يكافح فيها. إن شاء الله إنه أكون في تخصص نادر، فحيضطروا يسمعوك لأنه الدكتورة دي هي اللي حتعالج المريض. فأنا كنت بستفيد من الحكاية دي في حاجة، إنه والله يعني لما أشوف مريض في الموقف ده، ويكون مثلا عنده ناس أهله أصلين وممكن أهله يكونوا حتى من البوليسي ميكرز، كنت بقول لهم والله هو أنتوا لقيتوا زولكم ده، لقى دكتورة مثقفة متعلمة في المجال، ولقى الدواء ولقى المستشفى، فما بالك المريض الثاني المالاقي. فبستفيد من الحكاية دي لأنه أزيع في 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 راس المسؤولين إنه التخصص ده تخصص مهم، وit has to be available، it has to be يعني incorporated في كل الأطر وفي كل المستشفيات، ولازم كل زول يلقى by virtue of a human right. فهي مسألة كانت بتاعت إنك تزيع الصيت بتاع الحاجة دي، ويعني I hope إنه أكون نجحت في إنه يعني أوصل الصورة وأوصل المسج. لكن you have to برضو تكون example للناس، يعني برضو لازم تكون حريص على إنه مريضك ده تعمل فيه القرار السليم، عشان والله لما نبقى كويس حيتذكر إنه والله في تخصص اسمه العناية المركزة هي اللي عملت الشغل. والعناية المركزة ده هو عبارة عن شغل بيعني بأمر السبورت بتاع الأورغنز والفنتيليتر يوز والرايت ديسيجن في الرايت تايم في المريض يعني إلى آخره. فكانت 6 سنوات من الشد والجذب في السودان، لكن أثناء تعلمت كثير، وآي هوب إنه أفدت، أكون أفدت الوضع وأفدت السيستم و أضفت إضافة جديدة لبلدك يعني. اللي هو ده. تفضل. تفضل. اللي هي دي الحتة بتاعت البورد، الشغل بتاع البورد. لا هو كان مزيج من أشياء، شوف أنا شغلت مناصب كثيرة جدا جدا وكلها في وقت واحد. فالتحقت بالمجلس الطبي كمستشار في الترابيزة الكبيرة تحت المستشارين، ودي كانت من الأشياء الطيبة جدا، لأني ريحت زاملت أساتذتي الكبار جدا جدا وكنت لسه بتعلم منهم. فكنت مسؤولة أنا وأستاذي ربنا يديه والعافية محمد عثمان عبد المالك من لجنة الشكاوي، ودي مثلا يعني كانت لجنة very interesting، يعني فكرة إنه المريض يمشي يشتكي مرفق علاجي ولا يشتكي طبيب ولا كده، دي ما كانت موجودة، لأنه نحن كسودانيين دائما بنجامل في حقوقنا. لكن لما تحصل الشكوى ذات إدارتها هي علم براه وهي فن براها وهي تحكيم بصورة مختلفة تماما. فاللجنة دي اشتغلت فيها تقريبا 4 سنوات، وعملنا فيها شغل جبار جدا جدا، بحيث انه يعكس للمواطن السوداني انه حقك دائما موجود، حقك ما مهضوم، ويخلي انه يكون في نوع من الاكاونتابيليتي يعني على المرافق العلاجية أو على الأطباء أو على ممارسة المهنة إن جنرال. فده بجانب أشياء أخرى عملناها في المجلس الطبي، وهي مساعدة المؤسسات العلاجية في إنها تكون عندها KPIs معينة، إنها تلتزم بمعايير معينة. وكنت برضو حريصة جدا على الملف بتاع العلاقات الخارجية، وهي طبعا جات من انه انا كنت في بريطانيا وعندي علاقات وبعرف السيستم هناك كيف، فكان ممكن اساعد سيستم السودان بانه
نرتقي يعني بعلاقاتنا بانه يكون عندنا international relations office و memorandum of understanding نمضيها مع كافه البلاد اللي بتخصصوا فيها ابنائنا لما يخرجوا من السودان. فكنا محاولين نسهل عليهم المهمات، فده كان في المجلس الطبي السوداني. مجلس التخصصات السوداني عملت على انشاء قسم او تخصص طب الطوارئ لانه كان من التخصصات الغير موجوده في المجلس، وعكفت على أنه يعني ننجز الكوريكولم ونخلق التخصص، والحمد لله حس التخصص ماشي وموجود وبيخرج أطباء. لكن كون أنه يبدأ دي ما كانت حاجة سهلة، لكن الحمد لله قدرت يعني أرسخ الفاونديشن لأنه يبدأ، لأنه أي مريض في السودان بيجي أول حاجة قسم الطوارئ. لو ما كان في structure training للمسألة دي ما كان بيكون الطبيب يعني مفيد في خروجه من التخصص. لكن أنا في العناية المركزة، فمن قسم الطوارئ نفسه اللي كنت بديره في حوادث مستشفى الخرطوم أنشأت وحدة بتاعت عناية مركزة from within. فده الجانب الآخر اللي هو المسألة الإدارية في إنه أدير طوارئ مستشفى الخرطوم اللي هي اسمها حوادث السودان طبعا. فخلينا الاسم يكون طوارئ مستشفى الخرطوم، ودي كانت تقريبا 45 سرير بتشوف مرضى لكن كلها حالات حادة وحرجة، وكان وزين ال 45 سرير ذيلا في زيادة اليوم تقريبا قريب ال 20 سرير للحالات الطارئة والحالات العناية المركزة، يعني الناس بننفسهم تنفس صناعي، بنديهم الأدوية تحت التخثر بتاع الدم والجلطات الدماغية إلى آخره. فكان في شغل قوي جدا جدا وبالمجان، يعني كنت بحرص انه الحاجه دي تكون بالمجان. وطبعا كان في كميه من البريشر انه الحكايه دي ما تستمر، وجاء ليترون يعني في وقت من الاوقات يعني وزراء اخرين في الصحه يعني قتلوا البروجكت بحيث انه ينعشوا المساله بتاعه العلاج الخاص. فالتجربه دي يعني كانت تجربه قاسيه، لكن في نفس الوقت كانت مفيده وثره جدا جدا، لأن أثبتنا إنه الموارد في السودان موجودة ولكن ينقص الإدارة وينقص ال 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 transparency وينقص عدم وجود يعني الكوربشن، الفساد المالي والإداري هو كان بحد من إنه أي فكرة خلاقة تستمر، وأي مريض عليل يعني نحن نلقى له اللازم عشان ما ننتج رعاية طيبة حوالينا. ده طبعا كلام، ده كلام جميل جدا جدا. قبل ما امشي لك للحتة الثانية، في واحدة اسمها ام عبد الله معانا في الفيسبوك، ومنرحب بكل الناس اللي معانا في الفيسبوك، بتزعل قالت الفرق شنو بين طبيب العناية المركزة وطبيب الطوارئ في المستشفيات الكبيرة، وكم سنة بياخد عشان يتخصص؟ طيب العناية المركزة علم مختلف تماما جدا جدا من طب الطوارئ. في لغط ما بين الناس في المسألة دي. طب الطوارئ طبيب بتخصص في مادة معينة، وهي إنه يشوف المريض بالطارئ بتاعه، إذا كان طارئ في العظم وطارئ في القلب ولا طارئ في الرئة ولا كده، بيشوفه في غرفة اسمها غرفة الطوارئ، بيعمل له فرز للحالة بتاعته، وبيقوم على أمر الأربع ساعات الأولى من الحالة الطارئة. مثال، جاك مريض في حالة بتاعت حادث حركة، مضروب في راسه، مضروب في بطنه، مضروب في رجله، طبيب الطوارئ بيجي بيفرز حالة المريض، حالة حادة ولا حالة باردة، حالة سيئة ولا حالة يعني علامات الحيوية يعني ممكن الصبر عليها، ولا حالة محتاجة urgent يعني action، فممكن يجبر الكسر، ممكن يركب الوريد المركزي عشان ما يدي الدم، وممكن يخط الأنبوبة في الصدر عشان ما يسحب الدم. فده طبيب متميز، لكن تخصصه في المسألة الأولى في حالة المريض، ومن بعدها الفرز إلى التخصصات الأخرى، نساء أو توليد، أطفال، رعاية جراحية إلى آخره. طبيب العناية المركزة اللي هو ده تخصص يعني خاص جدا جدا بدعومات الأعضاء عند المريض اللي بيكون مريض جدا وحالته حرجة،
الاسم الثاني العناية الحثيثة، الاسم الثالث العناية الحرجة أو العناية المركزة. ففي الغرفة دي بيكون المريض اوريدي دخل عبر الطوارئ بأي حال أو بأي ضربة أو بأي عارض، لكن بيكون عنده فشل في أعضاء من جسمه. إذا كان الجهاز القلبي محتاج يعمل له نوع من التنفس الصناعي مع الإنعاش القلبي، وبعد ذاك محفزات للقلب عشان تخلي الضغط الدموي يكون مستقر. إذا كان عنده فشل في رئته محتاج تتيب وتنفس صناعي. إذا كان عنده فشل في كلوه محتاج رعاية كلوية وغسيل كلوي. إذا كان عنده فشل في الكبد إلى آخره. فتقريبا الطبيب بتاع العناية الحثيثة بيشوف المريض ككل هوليستيكلي. وممكن يكون مريض جراحي دخل غرفة العمليات ودخل عملية قوية جدا وصعبة جدا وحالته منهارة جدا بعد العملية، ينزل غرفة العناية المركزة لعمل اللازم عشان الحالة تستقر. وممكن يكون مريض في قسم النساء والتوليد برضو يدخل القسم بتاع العناية المركزة في الرعاية بتاعت النساء والتوليد أو العناية الحرجة عشان ما نساعد ما بعد النزيف وإلى آخره. فنقدر نقول إنه مسألة شاقة جدا، لكن الحمد لله إنه في الفترة الأخيرة بالذات العقدين الأخيرين أصبح العلم ده علم مهم جدا، والناس بتهتم به وبتحرص عليه. وحسي بالذات مع الجائحات اللي بنشوف فيها زي الكوفيد 19 زاع صيته، لأنه المرضى لما فعلا مرضوا مرض شديد جدا ما لقوا الا العنايات المركزه تهتم بهم وتغير من حياتهم وتغير من البوتنشال يعني مورتاليتي بروسبكت. نعم يديك العافيه والله. طيب 6 سنة في السودان، بعد ذاك القرار شنو انك انت يعني تخلي عندك تجربتين؟ القرار ده انه اطلع من السودان واطلع على الخليج ده كان زعله، لانه لقيت نفسي بحارب براي في حلقه يعني ما عارفه كيف مفرغه. والاجنده بتاعتي كانت اجنده بتاعت ناشونال هيلث سيرفيس، الطوارئ تظل للمرضى بزيرو ماني، والطوارئ ما هي للعمل الخاص، والطوارئ ما هي للتدفيع المريض. ولقيت نفسي انه خلقت نموذج طيب المفروض كان يحتذى به ويفعل في الأماكن الأخرى كالأقاليم، لأنه ورينا أنه ممكن تخلق سيستم الريسورسز موجودة لكن محتاجة إدارة. السودان ما بلد فقير ولكن أفقر بعدم الإدارة الصحيحة والرصينة وبالمحسوبية الغير فعالة. وجاء للأسف الشديد السيد الوزير مامون حميدة وكان حريص جدا انه يقتل الفكره بتاعت الناشونال هيلث سيرفيس، والدعم المادي في الطوارئ اصبح ما في طريقه له، وعليه المريض مطالب بانه يدفع من الالف للياء، ويمكن حتى لو دفع ما يلقى الحاجه المفروض يلقاها. ودي كانت كلها نوع من الاجنده لرفع معنويات العمل الخاص، وأصبح لا يوجد هناك يعني مستشفى عام تقوم على أمر المريض من الألف للياء، بل الشغل كله فراجمنتد والبوليسيز كلها خطأ. ويعني فحصل لي بيرن اوت، فمشيت أول إيميل لقيت عرضي من الرياض في السعودية. سبحان الله within less than few weeks الأمور مشت وقادرت إلى الرياض. تميت هناك فيها زي 14 شهر، ما حبيت الرياض في الفترة دي، كانت مخنوقة وما فيها يعني حرية. فبرضو بعدها طوالي جيت لدولة الإمارات، وأنا الآن في دولة الإمارات من ذاك الوقت. يديك العافية دكتور، يعني دي لحد الآن نحن ما شاء الله يعني قريب الساعة ونص والله مستمتعين جدا يعني بال 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 بالونس المفيدة يعني. طيب الإداري الطبيب يا دكتورة، يعني أنا حسب يعني يمكن أكون ده يعني هايبوسيس بتاعتي برا، يعني بحس إنه واحدة من مشاكلنا نحن في السودان إنه الطبيب ما مايل على الإدارة أكثر، أو ناقصه يعني العلم بتاع الإدارة عشان يستصحبه في شغله ويمشي بيه يعني.
والله ممكن واردة. أنا يعني التدريب بتاعي خلاني أكون شوية عندي يعني معلومات إدارية، لأنه في بريطانيا بيخرجوك لما يبقوك كونسلتنت أو يدوك الشهادة بتكون مريت على الليدرشيب كورسز والأشياء الإدارية، بحيث إنك تكون استشاري فعال في الوحدة بتاعتك تقدر أتليست تديرها. فدي من بوادر أو من أوائل الأشياء اللي تعلمتها، لكن ما اقدر اقول انا والله دخلت عملت ام بي اي ولا اخذت تخصص بتاع اداره ولا كده. لكن انا نشات في اسره، والدي يعني انسان بيدير اعماله لوحده، وانا انفولف معاهم في المساله بتاعت اعماله اليوميه، وبشوفه بيجيب على الحاجه بتاعته لغايه ما يصل لنهاياته، وبيشرف على اشياء وبتابع، ودي كلها يعني فاليوس مهمه جدا جدا في عمليه الاداره. وبشوفه صبور، وبشوفه بيتعلم من الخطا بتاعه، وانا بالنسبه لي هي عباره عن بوليت بوينتس انت لو مشيت عليها و يعني فكرت فيها وكلمه لك مهمه، يو كان اكسرسايز الحاجات دي كلها، وفي النهايه ممكن you deliver something حتى بعدم وجود خبرة إدارية. لكن إذا نجحت ومشيت ويو كيبت إنك تنجح في الأداء مثلا، خلاص الخبرة بتبتدي تتراكم. وإذا ما نجحت برضو بتكون دي خبرة إيجابية بحيث إنك تستمر. فأنا زي ما كلمتك عندي مشهورة بإني persevere، يعني أنا ما بلح شديد وما ما 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 بوقف، يعني ما بتفشل. الحاجة لو فشلت فيها بعيدة تاني ما بتتنازل، ما بتنازل. فدي كانت من الأشياء اللي خلتني في مسألة الإدارة أقدر تكيب ترابل شوتينج. يعني هي الإدارة هي عبارة عن ترابل شوتينج، بالذات في مجتمع السودان وفي مشاكل السودان. فدي خلتني أكون ريزيليانت، وما I don't take no for an answer باختصار. لكن لا يعني أنا ما حكذب عليك أقول لك أنا عندي خبرة إدارية لأني درستها ولا تعلمتها ولا هي مسألة بس بتاعت كمية من الفاليوس أنت اقتنمتها في حياتك من أهلك، شفتها، مارستها، you exercise some of them، دخلت في موقف أو اثنين، حرصت على مبدأك، مشيت لقدام، أخذت خبرة، مشيت، أن الخبرة بتبتدي تبقى تراكمية وبتعين للناس اللي حولك وبتتعلم منهم. أفتكر برضو مهم جداً أن الناس تتعلم من بعض، وما في إنسان يعني مولود مكمل. As you go في الحياة دي بتكون يعني دائماً في حالة بتاع التعلم. نعم. طيب نجي نرجع تاني قبل ما نجي الكوفيد 19 بانديميك وكده. طيب لحد الان انت ما شاء الله تبارك الله اللي هي رئيس قسم العنايه بمستشفى المفرق، مظبوط؟ في المفرق في ابو ظبي، لكن حس انا في مستشفيات توام في العين، اللي هي دي الايسترن بروفنس بتاعت الامارات. ايوه. طيب طبعا ما شاء الله عموما يعني دول الخليج يعني اتطورت في الحته بتاعت الطب دي، وبقت يعني سبقت السودان بسنوات ضوئيه كثيره. يعني السبب شنو؟ شوف، عندهم اموال، لكن عندهم اداره للاموال، وعندهم خبرات اداره الاموال واداره الخبرات. فانا افتكر دي الاساس. الحاجة الثانية، الناس في الخليج بالذات في الإمارات إنوفاتيف جدا، بيحبوا دائما يعني يصلوا للحاجة من نهايتها، يحبوا دائما يخترعوا حاجة جدة، يحبوا دائما يواكبوا. المواكبة هي سر النجاح برضو. فبتبقى نفسك أنت بتتعلم as you stay، يعني ما بتكون واقف في مكانك، بتكون دائما في حالة بتاعت career development as well، ودي برضو win-win situation، يعني بتكون أنت مستفيد من السيستم وبتفيد السيستم. فأنا بفتكر نشكر يعني من المنطقة دي كل الدول الخليجية، لأنها في فترة صعبة جدا احتضنت السودانيين، واحتضنتهم بكافة يعني تخصصاتهم، وأصبحت لنا كبلد آخر أو كوطن آخر بجانب وطننا الأم. أثناء الناس أثناء يعني جلوسنا في البلاد دي
أكيد الناس أفادت أهلها في بلاد الأم، أكيد الناس يعني حققت طموحاتها، حققت أحلامها، ربت أبنائها، فدفنتلي يعني أثرت علينا تأثير بجانب تأثير الغربة الإيجابي اللي هو بيجي من إنه والله السفر عنده 7 فوائد، يعني في تأثير سلبي وإنك بتبعد من أهلك و لكن التأثير الإيجابي دفنتلي أكثر. نعم، يديك العافية والله يا دكتورة. يعني طيب، يعني نجي للكوفيد، يعني كل الحديث عن كوفيد 19 والتطعيم، الدور بتاع، طبعا يعني كلنا عارفين انه الواحد يعني لا قدر الله لما يقع ويجيه الكوفيد 19 وكده ويتعب، وانا ذاتي حصل مرات بنفس الموقف، طوالي بودوك اللي هو الطوارئ، تمام. طيب في الـ يعني نصيحتك شنو للناس قبل ما نجي للحته بتاعت اللقاحات؟ يعني الواحد لو لا قدر الله مثلا يعني وصل للمرحله بتاعت انه خلاص انه يمشي المستشفى، يعني في وهو مصاب بالكورونا. لو وصل المريض المستشفى اكيد بيكونوا جابوه المستشفى لانه عنده اعراض معينه او عنده علامات طبيه تستدعي وجوده في المستشفى، لانه ما اي مريض بتاع كورونا ممكن يمشي المستشفى، ممكن يجلس في البيت يكون كوارنتين، يلتزم باشياء معينه يعملها، واهم التزام هو انه يكون يعني موجود في مكان بعيد عن الناس في حالة بتاعت كورنتيني، يستعمل الحمام بتاعه الخاص به والناس التانيين ما تختلط به عشان ما يخلي العدوى تتفشى. وبنحب دائما المريض نقول له لما ترقد ترقد على بطنك بحيث انه رئته دائما تكون مهوية ومتروية بالأكسجين. المرضى ديلا إذا حالتهم ساءت وأصبح عندهم يعني هنجر للأكسجين والدركة الأكسجين نقصت في جسمهم وأصبحت عندهم يعني علامات كبيرة جدا بتاعت فقدان للسوائل من الحرارة وضيق في التنفس، بنقول يمشوا المستشفى. في المستشفى بيعملوا لهم فرز للمرضى ديلا على حسب الحالة، حالة حادة ممكن تكون محتاجة أكسجين، محتاجة سوائل، محتاجة أدوية تخفف من الحرارة، مضادات حيوية إلى آخره، بيكون بيعاين بواسطة التيم بتاع العناية بالطب الباطني في الغرف المتاحة. أو مريض يكون حالته أسوأ، محتاج نوع من الدعومات التنفسية لكن لسه ما وصل مرحلة إنه يتيب ويتنوم ويتوصل بتنفس صناعي، بنسميه مريض حالة وسيطة. ده دائما بنحبز إنه نديه أكسجين تحت الضغط خارجي بطريقة أو بأخرى، عندنا طريقتين، بحيث إنه يكون في منطقة معزولة برضو فيها نيجاتيف بريشر، بحيث إنه أثناء أنت إعطائه بالأكسجين بالطريقة دي ما يرتشح المرض للآخرين في غرفة يعني ممكن توصل للدكتور المعالج وإلى آخره. أو مريض يكون حالته أسوأ من كده، أصبح محتاج لتنفس صناعي عشان يساعد رئته، وعليه بننومه وبنطيبه وبنحاول نهتم بالعنصر الرئوي، لكن ممكن في الأثناء دي يحصل تدهور للقلب للكبد للكلى، فلازم يكون في غرفة عناية مركزة يعني بأمره أطباء متخصصين بحيث إنه يساعدوه في اللحظات دي لغاية ما يجتاز المرحلة دي. نعم، يديك العافية. طيب يعني طبعا بتكون ذاته في يعني غير انه الضغط المريض وهل المريض وكذا، بيكون في ضغط على الطاقم الطبي، يعني بيكون تخيلي بيكون في ضغط رهيب جدا، وممكن يكون يحصل يعني حاجات، يعني يكون الواحد يمكن عنده تروما عديل لما نشوف انه الحالات اللي بتجي وكذا. يعني فالطاقم الطبي بيقدر يعني يتعافى من الحاجه دي كيف؟ والله كده انا شايف حاجه صعبه جدا. يعني كلام سليم جدا جدا. الطاقم الطبي منسي في الحكايه دي، لكن هي من الاشياء اللي نسيناها تقريبا في الويف الاولى، لكن لازم نتذكرها في الويفز الثانيه دي. لازم الطبيب ده ما يكون عنده زمن ياكل ولا يشرب ولا ينوم، وبكون يعني في حاله بتاعت ادرينالين سيرج رهيبه جدا، وبيشوف
مرضى حالتهم سيئة جدا، يمكن ما يكون شاف ناس حالتهم أسوأ من المريض اللي قدامهم ده، فبيشوف موت كتير جدا جدا، بيشوف موت هو ما قادر يعمل له حاجة. والكوفيد 19 هو من الفيروسات القبيحة جدا جدا، لأنه ما بريدكتابل وما بيوريك حيعمل شنو. ابتدينا حسن نتعلم عنه، لكن في بداية الجائحة نحن كنا ما عارفين عنه حاجة، وكان المريض يعني بيصل بصورة سيئة جدا جدا، ويتعذر علينا إنه نساعده. فالمورتاليتي كانت عالية جدا، ودي بتأثر على الطبيب لأنه هي طبيب دخل كلية الطب وبقى طبيب عشان ينغز مريضه، فالوفاة تحت المريض دي بتأثر على الطبيب مدى الحياة، ويكاد الطبيب بتذكر الوفيات اللي حصلت تحت يده مدى الحياة، مع إنه ممكن يكون عمل عليه وأي حاجة، لكن في جائحة زي دي ما أفتكر في زول بيكون فكر إنه عمل عليه، لأنه ذاته ما في فرصة أنت تعمل عليك. كان إمكانيات، كان شحها، كان يعني كراودنس بتاعت مرضى، كان مسألة يعني غير متاحة للمرضى في أماكن ناية إلى آخره. فأنا بالنسبة لي الدعم النفسي من الأشياء المهمة جدا جدا اللي نحن ناسينها، وأتمنى إنه الناس تركز فيها للمريض وللطبيب أو للطاقم الطبي العامل على أمر كوفيد 19، منهم الممرض، منهم التكنيشن في التنفس الصناعي، منهم يعني كل الأطر المساعدة. طيب طبعا يعني والله غايتي يعني، لكن يعني درسي تخيل لي درسي للبشرية ما عادي كوفيد 19 يعني. أكيد أكيد يعني ما حتمر بينا جائحة زي دي قريب، بتحصل مرة كل ديكيد لا سنتري أكشلي، ونحن تعلمنا منها كتير يعني، بالذات في عالمنا الرقمي دي، وتعلمنا إنه يعني في حياة كتيرة نحن ممكن نتخلى عنها وما تكون مهمة في حياتنا. تعلمنا إنه الناس لما تتعاون مع بعض بينجزوا، تعلمنا إنه لما الريسورس مانجمنت الناس تعمل لها حساب ممكن يكون في فوائد، تعلمنا إنه لما الناس تجتمع على قلب رجل واحد ممكن يطلع فاكسين بصورة سريعة جدا، يعني ما حصلت قبل كده، في خلال سنة ممكن يعني نطلع فاكسينز وأنواع ونحاول نعوض الفات، يعني زي ما حصل مثلا في السبانيش فلو ما كان عندنا القدرة على إنشاء الأشياء دي، التكنولوجيا استفدنا منها. لكن في أشياء برضو ما تعلمناها، يعني بنكرر في نفس الأخطاء يعني. عشان كده بفتكر إنه بعد الجائحة دي ما تخلص، أنا أفتكر مفروض نكرس شهور عديدة جدا جدا عشان ما نقعد نجرد الحساب بتاع الكوفيد 19. والحساب اللي بنجرد نحن كأطباء والتعلم اللي تعلمناه حيختلف من الحساب اللي بيجرده الاقتصادي، اللي بيجرده الاجتماعي أو السياسي حتى. فأفتكر بتكون سانحة كويسة جدا إنه الناس to reset and reboot and rethink، لأنه الدنيا ما بعد الكوفيد غالباً ما تكون the same like الدنيا ما قبل الكوفيد. نعم. تكون دنيا مليئة ب challenges وتحديات كبيرة جداً جداً. فهوب إنه مع التعلم نقدر نتخطى التحديات، هتكون سنين عديدة لكن at least الألف ميل بيبدأ بخطوة، الطريق بخطوة. نعم. طيب من وجهة نظر طبية يعني وإدارية، الأرقام السعر اللي بتطلع يعني، هل إنه في، أنا دائما متفائل يعني، أنا شخصية متفائل، لكن هل الأرقام السعر والنسبة بتاعت اللي هل هي مؤشر لأنه بداية انحسار ولا لسه يعني؟ لا لسه، أنا أفتكر حسي كانت المشكلة بتاعت إنه عندنا ميوتنس، عندنا أنواع جديدة ظهرت من الفيروس حصل فيها تحور، وده بيحصل في الفيروسات التاجية دي تحت الكورونا فيروس. حس ظهر عندنا واحد سميناه الساوس أفريكان، واحد سميناه البريتش، واحد سميناه البرازيليان، والبرازيليان ده قوي جدا جدا وفتاك. امتازت التحورات دي بأنه خلت المرض يكون ترانسميسبل أكثر، يكون مدى انتشاره أكثر، مش إنه أقوى من الأول، لا انتشر أكثر. عشان كده حنلقى ما بيناتنا في community transmission، يعني الناس تكون حاملة للمرض ما عندها أعراض،
وبتدي المرض للآخرين والحكاية ماشية سيركوليت. عشان كده مهما نقول إنه عندنا فاكسين وحنقدر تو فاكسينيت، بنقول إنه ما يعني نوقف الطرق بتاعت التباعد الاجتماعي والغسيل بتاع الأيدي ولبس الكمامة، دول حيكونوا معانا at least for the coming 2 years or so. فدي دي دي حتة. الحتة الثانية، الفاكسين ابتدى حس يتطور ويستعملوا تكنولوجيز جديدة في إنها تطلع فاكسينز جديدة. الفاكسين الميت اللي هو طالع من تشاينا يعني كيلد فاكسين، والناس ابتدت تطعم به، بيغطي الناس من الكوفيد 19 بتقريبا 80% او سو. لكن ده ما معناه انه الكوفيد ما حيجيك، الكوفيد بس بيجيك بأقل حده. الفاكسينز الجديده الام ار ان اي فاكسينز بتكون سمحتوا بها، بتاعت الفايزر وبتاعت الموديرنا او استرازينيكا الى اخره، بس دي التكنولوجيا اللي استخدمت فيها تكنولوجيا جديده، لكن بغطي الفيروس انه ما يجينا بسعه تقريبا 95%. فنقول الفاكسين متاح تاخده، ما متاح تفتشه. فاكسين صيني بريطاني امريكي سيف، يعني ما فيه سايد افكتس بقدر ما السايد افكتس تحت الكوفيد هي الموت. فالناس متخوفه من الفاكسينز، لكن البوتوم لاين انه الفاكسين امن. نعم اكيد طعمتي يا دكتوره مش كده؟ أكيد أي طعمته قبل شهرين. الصيني ولا البريطاني ولا الأمريكي؟ الصيني الصيني. بسلام إن شاء الله، بسلام. طيب يا دكتور، أنا داير بس الحتة بتاعت يعني ما شاء الله يعني ناسي على القيم وحب المهنة والوفاء والالتزام الوظيفي. يعني إحنا في السودان بعيدين يعني، لكن نظرتك للحاجة دي إنها في السودان، إنه الناس تبدأ من وين يعني؟ بحكم إنك والله شوف السودان ما عايزين نقول انه يعني lost case، لكن اصبح lost case recently لانه الناس تابعت المساله السياسيه بشغف، وكنا حريصين انه يكون في مخرج لحياه ديمقراطيه والناس تقدر يعني تعيش في يعني حياه هانئه وفي وضع اقتصادي طيب، ولكن للاسف الشديد اللي حصل هو العكس، واصبحت يعني الوضعيه الان في السودان هي وضعيه قاتمه وفيها مشكلة كبيرة جدا جدا لعدم الالتزام السياسي نحو الناس صراحة، ووجود يعني مجموعة من البشر حرصت على تفريق الناس وعدم الالتزام بالوطنية. وللأسف الشديد الحكاية دي حتاخذ زمن عشان ما تصلح، لكن في الأثناء دي عندنا يعني تحديات كبيرة جدا جدا. أكيد المسألة الاقتصادية وصلت يعني لأضعف المناطق، وما أفتكر حيكون في منها يعني مخرج في القريب العاجل. أنا ما أقدر أكون عندي يعني صورة قاتمة، لكن ده الوضع الراهن وده الشيء اللي بقدر أقراه. فأفتكر الحل في الوضع ده إنه الناس ترجع للبيزكس، والبيزكس هي الوطنية بغض النظر عن إنك أنت تنتمي لياتو حزب ولا ياتو بيت ولا ياتو قبيلة، تلتزم للحزب الوطني السوداني وتهتم بإنه البلد دي نحن we have to give it a deadline to see it يعني developing and becoming better، بحيث إنها ما تكون طاردة لأبنائها وترجع كل الطيور الهاجرت عشان ما تخدمها، ونكون عندنا رؤية وطنية واحدة إنه نحن عايزين نشوف البلد في فترة وجيزة جدا جدا بسواعد أبناء الداخليين والخارجيين بفيجن واحد يلمنا كلنا حوالينا الفيجن ده، مقصد واحد، ونجتاز المراحل الصعبة دي. السياسيين باعونا، فأنا أفتكر نكون أنضج منهم ونكون أحرص منهم على موقفنا، ونكون يعني لحوحين في إنه نصبو لأمالنا، وأمالنا كلها إنه يكون عندنا وطن وموطن، حيث إنه الآن نحن ليس لدينا موطن ولا وطن.
والله يعني يعني لما نيجي مثلا استشاري عناية مركزة يقول لك والله ده يعني كيس او ده ميؤوس منه، نحن مفروض نقيف والله صراحة يعني. فانا شخصيا يعني متفائل في اي حاجة يعني. انا مشيت يعني لقيت في المستشفى بكوفيد 19 في العناية المركزة في شنو في جنوب، لكن برضو كنت متفائل انه انا هعيش يعني، ما كان عندي داوت يعني انه في الحتة دي يعني سبحان الله. لكن الليلة لما يكون عندنا اداري زي دكتورة هالة ابو زيد وطبيبة واشتغلت في السودان وكده، لما تيجي تقول لهم والله يا جماعة الموضوع ده يعني كبير، فيتخيل لي الناس تقيف تقعد مع بعض تتنازل من الحاجات بتاعتها عشان الناس يعني تمشي لقدام، لانه صراحه الوضع ما وضع مريح يعني. طيب يا دكتوره بس اسمح لي انه اخذ في اسئله ناس رسلوا في الـ في الـ في الفيسبوك. مرتضى بيزال بيقول طريقه حفظ الفاكسين وتوزيعه والاولويات في التوزيع. طيب الفاكسين انا بتمنى انه يجينا، وانا قبل كده ناشدت يعني السودانيين برا وجوا انه نركز في انه نحاول نساعد السودان انه يجيوا كم هائل من الفاكسين بعلاقاتنا مع الـ NGOs بالـ WHO. انا اخاف الى الان ما وصلت الحكايه دي وما في بلان. الفاكسين عشان ما يصل السودان، نحن كلنا عارفين انه بالذات الفاكسين بتاع الفايزر والموديرنا والفاكسين بتاعت الـ mRNA دي محتاجه درجه حراره واطيه جدا جدا تصل لتقريبا -70 درجه فرنهايت، ودي محتاجه كولد تشين يعني للتوزيع وللتوصيل. فدي دي دي ده سيستم معين وبروسيس معينه افتكر يعني لازم تكون في الحسبان اذا نحن حناخد من الفاكسينز دي. اول حاجه حناخدها واذا اخذناها او حيدونا ليها بالكومباشنت يعني ريزونز دي التحدي اللي قدامنا. لكن في الفاكسينز الثانيه المتاحه، الصيني ده متاح، انا افتكر العلاقات السودانيه الصينيه ممتازه جدا، فانا افتكر هو موجود بملايين الجرعات. الصين لما طلعت الفاكسين طلعته بملايير الجرعات وتقدر أن تساعد. ففي السودان نحن محتاجين نتكلم عن مناعة الغطيء عن طريق الفاكسين، مش مناعة الغطيء عن طريق إنه الواحد يكون فاتح فمه وأنفه للفيروس وما مستعمل الكمامة. فمناعة الغطيء هي مفروض تكون عن طريق الفاكسين. فتجي تعمل فاكسينيشن ل 50% من الرعاية في الناس، ودي بتساعد في انه المرض يعني شويه يندثر شويه. فهل نحن جايين فاكسين؟ ده سؤال. وجايين من وين وكيف ومنو اللي حيدينا له؟ وهل الفاكسين الجاي ده، الفاكسين ده عنده دوزين، دوز الليله ودوز بعد اسبوعين، هل اللي بدينا الفاكسين ده بدينا الدوزين؟ فانا افتكر دي أسئلة أنا إلى الآن كشخص سوداني بشوف السوشيال ميديا السودانية وبقرأ الجرائد السودانية وبسمع التلفزيون السوداني ما في لها أي معلومة، وحتى لو في ما في ترانسبيرنسي إنها تورينا المعلومة دي موجودة ولا لا. فنجتهد في إنه نعرفها عشان نقدر نحتاط وننتظر ونوسم خير يعني. إن شاء الله بإذن الله. طيب في أم عبد الله بتقول لك عايزة نصيحة وكلمة تشجيعية للمرأة كيف تكون ناجحة وتكسر الغيوب والنظرة المجتمعية وتتحدى الصعاب. الكد والعمل والاجتهاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما في حل غير كده. المرأة السودانية مرأة قوية، مرأة يعني صبورة، ومرأة ذكية. وأنا بفتكر إنه ما في مرأة سودانية ما بتعمل لها 5 حاجات في وقت واحد، وبالطريقة دي أنجزت وكافحت ويعني وصلت مراحل متقدمة جدا للأسف الشديد يعني على الرجل السوداني. فأنا بس أقول لك كافحي وواصلي وخلي إيمانك في الله كبير، وما تخلي أي يعني حاجة تكون عائق أمامك، لأنه بتقدري تتحدي كل الصعاب وأثبتي موقفك من منذ العشرينيات يعني من القرن الماضي. وانا اعتقد تخلي المرأة السودانية عموما في موقف كويس يا دكتورة، مش كده؟ 100% 100%. طيب كيف بس يعني فضلينا ربع ساعة يا جماعة، لو في اي زول عنده مداخلة عنده سؤال. انا خطيت اللينك بتاع الزوم في هنا في الـ في الـ في الـ في الفيسبوك. طيب يا دكتورة، الطبيب الإداري الناجح
بيفرق شنو من الطبيب المتخصص، يعني يكون متخصص ما في مشكله في التخصص بتاعه، لكن تنقص الاداره. انا الحته دي يعني بجد يعني فكر اي طبيب متخصص لازم يكون عنده معلومه اداريه كمان عشان يمارس اداره هو، عشان ما يكون قاعد في يعني المساله الطبيه بعيد عن الاداره، لانه اذا الليله انت ما قدرت المساله الطبيه ذاتها، المريض ذاته ممكن يتاذى. مطلوب منك انت كطبيب متخصص في مجالك المعين تعرف تدير اشيائك في المجال، تدير احتياجاتك في المجال، تدير مكتسباتك في المكان، تدير التيم بتاعك عشان التيم بتاعك ده يديك المساعدة للمريض في المجال وإلى آخره. فما حاجة أفتكر بكيفك، يعني لو ما عندك حنكة إدارية تتعلمها، وما مفروض يعني تكون عندك PhD ولا ماسترز في الإدارة عشان تكون إنسان تتحايل على أوضاعك الإدارية، بل بالعكس مطلوب إنك تكون إنسان حريص، إنسان موجود، إنسان متابع، وإنسان شغوف لأنك تتعلم، والمسألة دي بتجي مع الزمن. المسألة الثانية إنه الإدارة الآن بقت عندها علاقة كبيرة جدا جدا بإدارة المال، لأنه ما في ليلة تخصص ولا نوع معين من ممارسة التخصصات الطبية من غير ما يكون عنده علاقة بالمال وإدارة المال، أو يعني انك تعوض المال ده بطريقه او باخرى عشان يجيب لك رعايه للمريض احسن، ويساعد في انك تقدر تباشر رعايتك للمريض. واذا ما عندك المعلومه دي في انك كيف تدير المال، حيبقى في مشكله كبيره جدا جدا، يو كان نوت افيل السيرفيس ذاته للمريض. فانا بفتكر انه يعني الانسان يحاول يتعلم ويحاول يكتسب ويحاول يسال، ما في غلط في الحكايه دي، لكن دي بقت مساله يعني محتاجينها ولا بكيفنا. نعم. طيب يا دكتوره، من خلال يعني زياراتك ما شاء الله انت زرتي كثير من العالم وحضرتي كونفرنسز كثيره، يعني مثال يحتذى في المجال الطبي غير الامارات وبريطانيا؟ شوف، انا افتكر البلاد اللي شدتني فعلا في المساله الطبيه هي البلاد ساوث ايست ايجيا. يعني ما بكذب عليك، انا مشيت الهند وكنت فخوره جدا جدا بالعمليه الطبيه اللي بيقوموا بها عندهم. يعني هيومن ريسورسز قويه جدا، رهيبه جدا في العدد، لكن عندهم موازنة ما بين العمل الخاص والعمل العام. المريض اللي ما بيقدر يدفع في العمل الخاص بيمشي المستشفى العام، بيلقى الحاجة اللي مفروض يلقاها، وأهم شيء بيلقى رعاية تمريضية عالية المستوى، لأنهم يتميزوا بوجود تمريض يعني عالي المستوى ومحترم جدا جدا في كافة المجالات. عشان كده اكتسحوا في مجالات عديدة جدا، منها زراعات الكلى، الكبد، المسألة بتاعت الأمراض الحادة، العنايات المركزة، الأشياء دي. يعني في الهند أصبحت مكان الناس بيتصلوا للسياحة العلاجية، حتى الأشياء اللي عندها علاقة بالجينوم، الجينيتك سيكونسز، الأمراض المناعية. فهم هي بلد فقير، فأنا أفتكر الهند من البلاد الورد إنه غناها بيجي من الـ Human Resource Development بتاعها، مش من الـ Facilities بتاعت الماكينات أو التورات أو بناء أو تشييد المستشفيات الفارهة. لا، هي من إنك يكون عندك Human Resources بيعمل الحاجة الصح في الوقت الصح، ويكون متميز، ويكون قادر عن إنه يساعد المريض في القطاع الخاص وفي القطاع العام، ويكون الدولة عندها الرغبة في إنها دائما تصرف على القطاع العام عشان ما تقدر تكفي كل الملايين دي. نعم، يديك العافية دكتورة. بس سؤال، يعني خلاص وضلينا 10 دقائق وأنا عارفك أنت تعبانة وجاي من الشغل وكذا، فأنت عملتي وحدة بتاعت زراعة الأعضاء، وما شاء الله تبارك الله في وقت وجيز جدا حسته على الشهادة بتاعت الآيزو 9001.
الموتيفيشن شنو اول شنو خلاكم انه تعملوا وحده زي دي يعني؟ وما شاء الله يعني مساله التبرع بالاعضاء دي مساله مهمه جدا جدا، وهي جزء من تخصص يعني العنايه المركزه. دائما لما يشوفوا المرضى اللي بيجوا في الحوادث المروريه، يجوا بالفشل الدماغي او بالموت الدماغي، دي حاجه طبيعيه جدا في الدول الغربيه، بنفكر فيها immediately لما المريض يجي، طالما في وفاة دماغية سريريا المريض بيكون خاتي في الرخصة بتاعت القيادة بتاعته انه انا متبرع. فدي ككلتشر وكثقافة ما كانت موجودة في بلادنا العربية لأشياء كثيرة جدا، منها الفهم الخاطئ للدين الإسلامي وعدم وجود الفتوى الصحيحة. ولكن المملكة العربية السعودية يعني في زمن سابق تقريبا 20-30 سنة طلعت الفتوى الصحيحة ويقتدوا الناس بها، وكان القانون يعني يصرح بالحكاية دي ويساعدها، وأصبحت مسألة يعني شائعة جدا في منطقة الخليج. ال- 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 الوحدة اللي أنا يعني أنشأناها دي ما هي الوحدة الوحيدة في البلد اللي أنا فيها، لكن هي من وحدات. ولكن الفكرة إنه مع شغل الفريق العامل على أمر الحاجة دي، قدرنا مع بعض نشتغل كعصبة واحدة وكفريق واحد إنه نقدر ننمي الوحدة دي، بحيث إنها تكون الأبجديات بتاعت إنها تكون وحدة قادرة على أمر التبرع، من policies and procedures، من SOPs، من كده عملناها. ودي ما مسألة سهلة، دي مسألة يعني دقيقة جدا جدا، بتخلي الناس تكون مهتمة بتفاصيل من البداية للنهاية، بالذات في مراعاة الفاميلي أبروتش أو زاوية المرضى نفسهم والتعامل معهم، لغاية ما تأخذ منهم الكونسنت أو الإجابة يعني إنه يعني يرضوا بمسألة التبرع. فبالنسبة لي أنا دي كانت يعني مايلستون، الاجتهاد مهم والبرسيفيرنس، إنك تصير على الحكاية، وإنك أثناء الحكاية دي ما أنت بتسعى عليها معاك مجهود جبار بتاع تيم، وهي شغل بتاع فريق ما شغلي أنا براي، وقدرنا نتحصل عليها وتكون يعني أول وحدة فيها آيزو في دولة الإمارات. لكن إحنا الآن بصدد إنه نمشي إكسترا، ونحاول نكلم الناس عن فكرتنا ونخليهم برضو يتعلموا مننا ومن الإكسبرينس بتاعتنا، عشان ما يجتازوا المرحلة دي ويقدروا يعني ينموا وحداتهم. نعم. فده هو اللي معي. طيب، في أخونا برير في الفيسبوك بيزعل، بيقول ما هي الرسائل التي تود الدكتورة أن ترسلها لوزارة الصحة في السودان لإنغاز الوضع الحالي، وما هي التوصيات التي يمكن أن تنتهجها الوزارة في المستقبل؟ طيب، وزارة الصحة في السودان قابعة على أمر الصحة في السودان لوحدها، وده مسلك يعني ممكن يكون عندهم فيه رأي وما في مشكلة، ولكن الطبيب السوداني خارج السودان وداخل السودان قادر على أن يساعد وزارة الصحة في أن تقوم على أمر الصحة في السودان. فأنا بفتكر يعني إذا التزموا بأنه يشركوا الناس معاهم ويساعدوا الناس إنها تصلهم، ويكون في يعني تيم وورك في مشاكلنا الصحية، أنا متأكد الناس ما بتبخل عليهم بأي حاجة. و يعني في عباقرة سودانيين في خارج السودان ممكن يحلوا مشكلة الصحة في 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 ميتينج أو اثنين. يعني المشكلة في الصحة ما مشكلة كبيرة، مشكلة في الصحة مشكلة موارد، مشكلة human resources، ومشكلة أبجديات ABCs. وعليه ما أفتكر ما بيخيبوا لو استشاروا. والحاجة الثانية، الصحة في السودان حنجي نتكلم عن إنه بيصرفوا عليها كم، الصرف ضعيف، أي نعم، لكن ستيل دي ما حنكون الشماعة اللي بنعلق فيها مشاكل الصحة. الصحة في السودان مشكلتها المريض السوداني نفسه محتاج يتعلم عن إنه يعمل شنو عشان يكون صحيح، ولما يكون محتاج صحة
تجيب جنبه، مفروض هو ذاته يقدم قبل ما يطلب. الصحة في السودان ما هي بس وزارة الصحة، لازم تكون وزارة بيئة تتدخل فيها، لازم تكون وزارة تنمية اجتماعية تتدخل فيها، حماية أسرة، يعني مليون ألف يعني تخصص في النهاية بينتج عنه الصحة. فهي بتتداخل في كمية من الفعاليات والصلاحيات بتاعت الوزارات الأخرى، وعليه بفتكر إنه مفهوم الصحة لازم يتغير عشان الناس تكون صحيحة. لكن بالحالة اللي احنا فيها الآن أفتكر إن احنا بعيدين شوية عن المسألة دي، ونتمنى إنه أي مريض في السودان يصح وأي مرض في السودان يبعد. محنتنا كبيرة ومشكلتنا مواردنا شحيحة، وأتمنى إنه يتلاقي حل. يعني شكل الحل ما بيجي كده براو، بيجي بالتناغم وبالتخاطب وبالتفتيش الحل، وتفتيش الحل لازم يجي مننا. نعم. ما حيجي يعني من غير ما الناس تهتم. نعم. ما بقول إن الناس مهتمين، لكن بقول إنه الناس الآن أصبحوا مشدوهين في أشياء كان ممكن نكون يعني ما منصرفين فيها. نعم. طيب يا دكتور، إحنا خلاص يعني شارفنا النهاية، كلمة أخيرة يعني قبل الختام. لا والله يعني أشكركم جدا على إنكم يعني اتحملتوني الزمن ده كله، وكتر خيركم جدا إنكم يعني عبرتوا بيا، اتعلمت منكم كثير، وأشكركم جدا جدا على سماحة أخلاقكم وعلى طيب يعني حواركم. وإن شاء الله نتقابل دائما في ساعات الخير، وأتمنى إنه أكون يعني كنت أكون ضيفة خفيفة عليكم. الله يديك العافية دكتورة. بالعكس يعني أنا بشكرك نيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين، لأنه أنا عارف يعني صراحة يعني إنك أنت عشان تجيب طبيب تقعد تجيبه ساعتين كده تتونس معاه في عز البانديميك، وما طبيب زول عادي زي الدكتورة يعني هالة أبو زيد، وهي يعني رئيسة قسم، وقسم ما ساهي كمان قسم العناية المشددة. ف يعني جزيل الشكر، والله جزيل الشكر والامتنان، ورسائل جميلة جدا جدا احنا الليلة طلعنا بها. وطبعا يا جماعة في اي تغيير يعني ده من الكتب بتاعت الادارة، انه اي تغيير ما بيحصل لو ما الناس غيرت السلوك بتاعها. تمام، يعني مثلا احنا مثلا مشاكلنا في لو مسكنا بس المشاكل بتاعتنا، انا ما بحب اتكلم في السياسة، لكن لو دايرين نحن نغير في السياسة نحن لازم نغير السلوكيات بتاعتنا. نحن البشر او نحن السودانيين المواطنين العاديين ديال لازم نغير في سلوكياتنا مع تعاطي الاحداث. يعني الليله ما ممكن انت تجي في بلد منتهيه زي دي كويس والوضع منتهي، وانت لسه بتغاتل من اجل كرسي يعني، او من اجل منصب يعني. فدي ده لكل السياسيين في السودان، انا ما بتكلم عن جهه معينه ولا بتكلم عن في النهايه بيتضرر السودان يعني. وتحيات وشكر كثير للدكتورة هالة أبو زيد، يعني تعلمنا منها الإداري الطبيب والقيم وحب المهنة والوفاء والالتزام الوظيفي. شكرا لك يا دكتورة وكتر خيرك، وربنا يكتب يعني سلامتك وانت في عز المعمعة بتاعت كوفيد 19، وتصبح على خير. في أمان الله. شكرا، في أمان الله.